خلاص نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مهندس حسين القاضي. برحب بيكم كلكم في مجموعة اللقاءات الثانية. في مجموعة اللقاءات بعنوان خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. احنا عملنا 24 لقاء لغايه دلوقتي، في 20 في الشهاده الاولانيه، وان شاء الله ربنا ييسر الحال ان شاء الله وتاخدوا الشهاده الاخيره. بس اللي انا شايفه اهم من الشهاده الحقيقه ان لقاءاتنا دلوقتي بقت بمستوى كويس، وبقت بتتكلم بقى على السيستمز بقى، وبتتكلم على ايه؟ على حاجه بسيطه وسهله، بسيطه وسهله وجميله، بس يعني ايه؟ ما هياش مطروقه قوي في الشهادات، في الدراسات، الا اذا كنت بتعمل الدكتوراه بقى، او بتعمل ماجستير، او بتعمل يعني شهادات عاليه يعني. المهم برحب بكم جميعا، وان شاء الله النهارده هنستكمل لقائنا في الكواليتي اشورنس، كواليتي مانجمنت برنسبلز اند هيلث سيستمز 2. هنتكلم النهارده ده سلسلة أو مجموعة اللقاءات اللي هنتكلم فيها على الكواليتي. الكواليتي مانجمنت الحقيقة ده أهم حاجة في علوم الإدارة. واللي ما يعرفش كواليتي مانجمنت كويس يعني إيه، ما نقدرش ما يدعيش إن هو بيدير كويس، لأن الكواليتي هي يعني حتى سبب الفروقات ما بين الأمم. يعني الفرق ما بيننا وما بين اليابان، وما بين اليابان وما بين الصين، وما بين الصين وما بين أمريكا، كله فرق كواليتي. كواليتي اللي هي ايه؟ انا بذكر قصه صغيره قوي. كان لينا زمايلنا راحوا في التسعينات، يعني حوالي 24 25 سنه ولا حاجه، راحوا هو كان لسه في الكواليتي هنا، لسه يعني ما يعني كنا بنشتغل بكواليتي بس يعني كواليتي كنترول يعني، كواليتي سيستم ما كانتش موجوده قوي يعني. انا بيرسونال كنت يعني بدات فيها من 82 ولا حاجه، اول ما سجلت الدكتوراه، لكن الكويت ما كانتش منتشره يعني، ولا في امريكا كانت منتشره حتى. امريكا بدات سنه 80، سنه 80 يعني، ما ديمينج رجع تاني، ما ديمينج رجع من اليابان راح امريكا، دي قصه جميله احنا بنتكلم عليها. فالمهم فالكواليتي برنسبل، ابسط حاجه للكواليتي او اول سيستم في الكواليتي اللي هو الايزو 9000 2015. احنا اتكلمنا اللقاء اللي فات على الكواليتي ان جنرال، اتكلمنا الكواليتي بدات بايه، هو القصه اللي كنت هحكي لكم عليها، ان في ناس راحوا يعملوا دور في الكواليتي في التسعينات او سنه 92 93 حاجه كده في امريكا، فراحوا هناك حضروا اول محاضره وكده، ولا الراجل يشرح المحاضر، فقالوا والله احنا عندنا عندنا حديث يقول لي ايه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيه؟ أن إيه؟ أن يتقنه. فترجموه له. قال لهم بصوا ترجموا لي ده بالإنجلش واكتبوه لي. اكتبوه، هو ده الشعار بتاع الدورة بتاعتنا. الكواليتي يعني دايما كل حاجة مستعملة كواليتي، يعني في كواليتي كنترول، في كواليتي عشان الكلام ده كله. أنا كواليتي في حد ذاتها دي مقرونة بالإتقان. الإتقان يعني قياسات بيقيس الإتقان بتاعي لأي أنهي درجة كي بي أرز سنزر. ف وفضلوا عملوها فعلا وإيه، بس إحنا ضرر إحنا لسه ستيل بنترجم الكواليتي في كل حاجات بإن هي إيه الجودة يعني. معلش مش مهم المسميات، إحنا مش هنغير المسميات، إحنا ماشيين مع إيه؟ مع المسميات اللي في السوق وفي الكتب والحاجات الدارجه يعني. طيب احنا قلنا الاجنده بتاعتنا كان فيها انتروداكشن، كان فيها 7 كواليتي مانجمنت برنسبلز، الايزو 9000 2015 سيريز اللي هي كانت اخر ايزو اتعملت، البنفيتس اوف ايزو 9000 2015 سيرتيفيكيشن، المكاسب العمل، كوست اند ريسورسز، وبعدين ايه كواليتي مانجمنت سيستمز ريكوايرمنتس، دي اللي احنا ايه وقفنا عندها المره اللي فاتت. كماله الاجنده هنتكلم على الهيلث سيستم، هنتكلم على النظام نفسه كله من اول اخره،
هيبقى عباره عن 10 10 شابترز، يعني 10 شابترز هنتكلم عليهم واحد ورا الثاني. من ضمنهم ثلاثه مقدمات، مقدمه وتفصيل، الكلام ده هيبان عندنا. وبعدين في سبع شابترز، كل شابتر بيشرح حاجه. يعني كان ما هيش سيستم، هنتكلم دوكيمنت مانجمنت جايد لاينز، هنتكلم بعد كده على اي سؤال بعد كده عندنا. ثانك يو. وايه؟ ايفوليوشن اوف كواليتي اشورنس سيستم. خلي بالنا ده كواليتي اشورنس. يعني ايه كواليتي اشورنس؟ يعني ضمان الجوده. ضمان الجوده بيبقى بايه؟ بضمان النظام اللي انت هتشتغل فيه. يعني في، يعني عشان نعرف بس الفرق بين القيمه، يعني مش اي حاجه اسمها كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. الكواليتي اشورنس ده ضمان الجوده بتاعه النظام بتاعك. فيها بروسيجر بروسيسز وانسبكشن وسبيشال تيست بلانز، في شويه حاجات هنتكلم عليها برضه. وباذن الله برضه ايه، يعني انتوا فتحتوا نفسنا، هنطلب برضه الحاجات دي كلها ان شاء الله في ايه في اللقاءات الجايه. يعني هركز شويه على الكواليتي عشان يعني برضه ايه بتبقى قويه جدا لما تبقى يعني الكواليتي اشورنس عندك كويس، انت بتدير نظام. فالمهم الكواليتي اشورنس ده الجديد. كواليتي اشورنس، الكواليتي كنترول اللي هو بيطبق على ايه؟ كواليتي كنترول يعني ايه؟ الرقابه على الجوده او التحكم في الجوده. الرقابه والتحكم في الجوده دي طبعا في رقابه جوه الكواليتي اشورنس على السيستم نفسه، نخلي بالك في اوديتنج وفي حاجات كتير قوي. لكن الكواليتي كنترول مقصود بيها كواليتي كنترول على البرودكت، يعني يا اما برودكت يا اما ايه سيرفيس، يا اما ان انا بنتج منتج معين بعمله باي حاجه، اي حاجه بنتجها من اول ما باخدها كرو ماتيريال او اليمنتس فيرست اليمنتس لغايه ما تطلع لايد العميل اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هتوصل له عشان ايه يستخدم. فده الكواليتي كنترول هيبقى سواء في الكواليتي بتاعت الماتيريال او في الكواليتي بتاعت او الكفاءه بتاعت الانسترومنتيشن بتاعك او الاكوبمنت اللي انت بتشتغل بيها. واحنا قلنا اللي هم الثلاث حاجات، المان باور والماتيريال والكفاءه بتاعت ايه اللي بيشتغل، دي اللي بتحكم في الكواليتي كنترول. انما الكواليتي اشورنس ده دي ضمان ان المكان اللي انت فيه سواء الشركه او المشروع او المؤسسه او الوزاره او الامم المتحده بتضمن ان الايه؟ ان النظام بتاعها بيضمن انه يطلع منتجات. ما هوش ضمان للمنتجات نفسها، لان يعني المنتجات نفسها داخل في كواليتي كنترول. ان هو كواليتي اشورنس ده نظام يعني بيبقى ايه شركات كتير كبيره يعني بتتوقع تديك شهاده ان انت النظام اللي عندك ده اذا طبقته هتحصل منه على النتائج اللي انت عاوز تعملها. طيب دي احنا اتكلمنا عليها اللقاء اللي فات وهنتكلم عليها تاني النهارده. احنا برضه هي دي الايه قايم عليها كل الايفولوشن بتاع كواليتي اشورنس سيستم. وايه ولو نوصل لللين 6 سيجما اللي هي دلوقتي هنتكلم عليها دلوقتي. فاحنا قلنا اول حاجه اوبريتور كنترول، زي واحد بيعمل حاجته بنفسه، يا رب يكون عنده عربيه فوف وفلافل بيعملها. الاوبريتور نفسه هو بيخلي نفسه جايب عيش نظيف وعيش كويس، بيعمل الفلافل كويس، بيعمل فوق كويس. انا بقول ابسط حاجه عشان ما اعتقدش الموضوع صعب. احنا كنا بنتكلم بعد كده على مصنع كراسي او واحد مثلا منبار او واحد مثلا يعني بيندي اي نوع من انواع الانتاج، او مثلا سيرفيس في البريد في التعليم في اي حاجه. طيب كان الكنترول من ايه؟ من الناس نفسه اللي بتعملها. كان في التدريس او في التعليم كان المدرس نفسه هو اللي عمل كنترول على نفسه، يعني عنده ايثكس وعنده اخلاقيات وعنده. بعد كده الفورمان كنترول. الفورمان كنترول هو بيبقى ايه؟ يعني موضوع كبر شويه، محتاج مثلا ايه حد يعني انتاج كبر شويه، يعني بيعمل كبر واحد بيشتغل من نفسه بيعمل كنترول على نفسه، بيشتغل معاه مثلا اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وبدا يبقى محتاج فورمان ملاحظ ان هو يعمل ايه؟ كنترول بتاع البرودكت بتاعه. طيب مثلا انسبكتور كنترول الموضوع كبر شويه، فبيبقى واحد انسبكتور كنترول يعني العمليات مش عايز اقول تعقدت، تركبت اكتر، بقى فيها عمليات يعني ايه اكتيفيتيز اصغر من اللي قبل كده. يعني واحد مثلا لو بنتكلم مثلا على
واحد بينتج مثلا صالونات بيبقى فيها نجاره وفيها مثلا تنجيد وفيها مثلا فينيشنج، فكل واحده من دولت محتاجه ايه؟ محتاجه ايه؟ انسبكتور بشكل معين. بعد كده بدا يظهر الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول ده اللي بقى الكواليتي كنترول بقى لكل حاجه بقى، بقيس بقى، ما بتقيسش، بدات تتكلم وبقى تقول والله احنا ايه الكواليتي كام من 10 كام من 100 زي ما احنا عايزين ايه بنقيسها وبنعمل كنترول عليها. بوصل بقى ايه يعني ايه ديبارتمنت خاص كواليتي كنترول. هنا بقى الكواليتي اشورنس اللي هو بقى بدا ايه الكواليتي اشورنس بتاع اللي استعمل هنا. الحقيقه انا اول واحد اشتغلت بيه اللي هو الايزو 1992. ما بيحضرنيش دلوقتي ان كان في حاجه قبل كده، بس يعني انا بقولك عشان بس يعني ايه يعني اول حاجه اشتغلت بيها ال 92 الموجود دلوقتي اللي هو ال 2015. انا هتكلم عليه بالتفصيل وهنشرحه لكم فروم اي تو زي. هو مش صعب، مش صعب ولا حاجه، بس هو عايز يعني ايه تركيز، وعايز يعني ايه ان نتكلم عليه كده بالراحه كده ونستوعبه، لان هو ده هيعرفنا بالظبط يعني ايه سيستم، يعني ايه انا بدير، يعني دي يعني هطبق المانجمنت سكيلز على ايه؟ هطبق المانجمنت على ايه؟ اذا يكون في نظام عشان اطبق عليه المانجمنت. فده النظام اللي هطبق عليه الكلام ده كله وهيوضح في كل حاجه، وده هنتكلم عليه. بعد احنا اتكلمنا الكلام ده اللي فات اللي هي كواليتي اشورنس الايزو اللي هنتكلم عليه النهارده، واعتقد هياخد مننا كمان مره يمكن يكون مرتين كمان الكلام عليه قبل المخ... يعني احنا ان شاء الله يعني الموضوع الحقيقه انا ما يعني حسيت باهميته، عشان كده انا ايه يعني يعني ان ده تطور كبير جدا، ولسه ناس لغايه النهارده فاكر ان الايزو ده ان انا هروح اشتري شهاده ادفع لي كام 1000 جنيه واخد الشهاده واعلقها بقيت انا ايزو سيرتيفايد. بتعمل كده لكن ده فيك، ودي مصاريف وفلوس بتتصرف على الفاضي يعني ملهاش اي لازمه وما لهاش اي لازمه. قال له التوتال كواليتي اشورنس في ايه؟ التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال مانجمنت ده بعد كواليتي اشورنس اللي هو بقى هنا هو كواليتي مانجمنت بيبقى ايه؟ اللي جابوا بقى ديمينج وجوران والناس دي كلها من اخرها، ديمينج وجوران كل الفلاسفه اللي هم عملوا ايه يعني؟ ديمينج عمل 14 نقطه بتاعته، جوران عمل 10 نقط، وبعدين كذا واحد بقى عملوه. وفي اليابان طبعا ده هي ماسك كواليتي مانجمنت، ان ديمينج بدا عندهم الاربعينات زي ما قلنا وفضل عندهم لغايه سنه 80، وبعدين امريكا راحت عارف ان هو اللي قلب اليابان وخلاه كده، فقالت له اقعد بقى وبدا اشتغل معاه في الكلمات. بعدين في حاجه اسمها السكس سيجما. السكس سيجما دي كانت ستاتستكس يعني ايه طريقه احصائيات. بمعنى ايه؟ انت عشان تقيس انت مستواك ايه كنت بتعمل ستاتستكس خلاص. طيب الستاتستكس دي السكس سيجما دي عباره عن قياس للاداء بتاعك. فالسكس سيجما طلع ان هي بتبيح لك حاجه 4 لا 3 اوبا انا بدات اعجز معلش 3.6 ديفكت بير مليون، يعني كل مليون عمليه ليك 3.6 خطا كل مليون عمليه. خلي بالك الكلام ده طبعا مش هنطالب بيه اي مشروع بقى، مش هنطالب بيه المحلات العاديه، مش هنطالب بيه دي طبعا في 5 سيجما 4 سيجما 3 سيجما ما هياش يعني لها قياسات ولها فاليوز، بس ايه ال 6 سيجما دي اساسها ان انت لك 3.4 ديفكت بير مليون. ودي كانت طريقه بتطبق مع التوبولوجي مانجمنت ومع كواليتي اشورنس ومع كواليتي كنترول مع اي حاجه. دي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتب اللي جايه في السيستم دي ما كانت طريقه لايه؟ لحساب انت الليفل بتاعك ايه في الكواليتي بتاعك. دلوقتي بقت ميثودولوجي خلاص يعني بقت يعني انا انت بتشتغل بايه؟ ما اقولش بقى ايزو ولا توتال كواليتي مانجمنت ده بيكون موجود لك في 6 سيجما. وهقول لكم برضو حاجه دلوقتي بس خلينا نوصل برضو اللين 6 سيجما دي كانت ايه البروسيسز ورا بعضها. يعني هفترض مثلا ابسط حاجه انا طالب اجازه يوقعها رئيس المباشر، وبعدين يوقعها مدير القسم، وبعدين مدير عام القسم، وبعدين تروح لرئيس القطاع، وبعدين تروح رئيس مجلس الاداره، خمسه سته بيوقعوا لي عشان اخد اجازه يوم مثلا.
الحاجات دي على فكره كان يحصل زمان، ما اعرفش دلوقتي ايه النظام في الحكومه او في الاماكن التانيه، لكن اعتقد ان هي يعني خفت شويه. لكن ده انا بقوله بمثل، انما في السكس سيجما حسب كل واحده من دول عمليه، يعني بقى خمس ست سبع ثمان توقيعات دول بخمس سبع عمليات. اللي السكس سيجما بيقول ايه بقى؟ بيقول لك احنا العمليه اللي نوت ادينج فاليو، لا تضيف قيمه للسيستم بتاعك، الغيها. يعني ايه معنى ان انا اوقعها من الرئيس المباشر ثم رئيس اللي فوق ثم 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 اللي فوق سبعه ثمانيه ليله لغايه ما رئيس مجلس الاداره يوقعها، وبعدين ابتدي انزل اجازه بقى، او انزل الاجازه واي الفلوس ماشي ليه ده كله؟ خليني سكسهم. قلت لهم لا، الحاجه اللي مش ضايفه نوت ادينج فاليو ما تتعملش. هو ده بقى لين سكس سيجما. لين سكس سيجما تطرق له ايه بقى؟ او الحاجات اللي الشهادات مرتبطه بيه، ودي شهادات طبعا عاليه جدا وممتازه جدا. ابو كلمه عشان تبقوا عارفين برضه لما يبان شكل الشهاده قدامكم في الشهاده دي في ايه؟ يعني في الجرين بيلت، وفي البلاك بيلت، في الماستر بلاك بيلت، في اللين سكس سيجما. دي ايه اعلى شهادات في الجوده. نقطه عايز برضه اقولها هنا، ودي برضه يعني مش مطروقه كتير، هو معنى ان انا دلوقتي هشتغل باللين سيكس سيجما ان دي الحاجات دي كلها راحت؟ طبعا لا، خلي بالنا يعني دي بالظبط همثلها لكم بايه؟ بالانسان. يعني الانسان هنا مثلا الاوبريتور كنترول ده زي ما يكون انسان لسه يعني ايه في 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 في, في بطن امه بيتولد. الفورمال كنترول هنا نزل بقى من بطن امه وبدا ايه؟ ان هو عايز يرضع مثلا، عاوز يعيش، فبي ايه؟ بيرضع. خلاص نايم، يعني بيبقى نايم وبيرضع. وبعد كده في الايه؟ سبيكتر كنترول، بدا يتحرك بقى يحبي. بعد ما حبق بدا يمشي. بعد ما بدا يمشي بدا يجري. بعد ما بدا يجري بدا يلعب العاب قوه. بعد ما العاب قوه بدا يطور نفسه لغايه ما بقى بطل عالم. هل في حد هيبقى بطل عالم، هيمكن بطل عالم وما عندوش الكلام ده كله؟ يعني الغرض، يعني هل يعني هقول بلاش انه يتولد ويرضع. طيب هو هنا بيحبي، هل بطل العالم ده لو وقعت منه حاجه في الارض مش هيحبي على الارض يدور عليها ويجيبها؟ يبقى بيعرف يحبي. معلش هو كلام يعني خارج العلميه شويه او خارج المطروق شويه، لكن الشاهد ان كل دي حاجات متراكمه ولازم تبقى عارف. يعني مش حاجه انت تاخد شهاده لين سيكس سيجما وانت ما تعرفش كل اللي فات، لازم تبقى عارف كويس قوي. فعشان انا بقولك عشان تبقوا عارفين يعني ايه ان دي من اجمل الشهادات واعظم الشهادات النهارده واكثرها تخصصا. انا لا بدرسها ولا بعملها ولا حاجه، يعني مش بعمل دعايه ولا اعلان لحد ولا حاجه، بس انا بقول لكم اللي هيمشي في سكه انه عايز يتخصص في الكواليتي هيلاقي نفسه بيدرس الكلام ده كله، وكل حاجات جميله وهامه جدا 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 ومستوى عالي جدا، لكن لازم يعرف الحاجات دي من هو الاخر. احنا هنا هنشتغل للايزو ده هنتكلم عليه، اتكلمنا طول وقت مع 6160 في اللقاء اللي فات. لو كان في وقت او كان في مثلا حاجه هنتكلم على الحاجات دي بعد كده ان ديتيل. هنشوف يعني كان في يعني ايه ربنا يسهل الحل، لان النهارده دينا تطورت. وانا حبيت بس اقول لكم يعني ايه الموضوع ده، ان ده التطور بتاع الكواليتي من اول خالص. وعلى فكره الدياجرام ده بيدرس من سنين طويله، جاي من زمان قوي في مثلا في الكليات وفي الماجستير وفي الدكتوراه، وكان من الاخر مش حاجه جديده يعني. اتكلم بعد كده هنعدي على دول باصوات احنا مش هنتكلم عليها كويس مارج انتروداكشن، لان الوقت مش عارف الفيث اديشن بتاعت الازو 9000. بعد كده اتكلمها في 7 كواليتي مانجمنت برنسبلز، اللي الكاستمر فوكس هي اهم حاجه اول حاجه، والليدر شيب، ودول هيبقوا موجودين على فكره جوه الايزو. engagement of people، process approach اللي هو البروسيس اللي هي الاجراءات، هي procedure يعني العمليات، يعني process عمليات approach. بعد كده improvement التحسين، evidence based decision making، decision making قايم على احداث logical و intuitive analysis. relationship management اللي هي ايه العلاقات، اللي هي بقى الستيك هولدرز بقى او الـ يعني الـ الناس
المرتبطه بالايه بالسيستم، سبلاير سب كونتراكتورز، اي حد يعني بيخدم على الاي ار. السيريز بقى 2015 سيريز دي 2008 اللي فات كده 2008 دي مش بشرح ده، انا بعد عليه بسرعه عشان نعرف الموضوع يعني. ان دي اخذت مكان الايه؟ ال 15 2000 اخذت 2008 وال 2015 ممكن تتغير خلاص يعني، دلوقتي بقى لنا كام سنه يعني، ست سنين دلوقتي. فالمهم دي السياسه بقى اوف كواليتي يعني دي ايه؟ الكلام ده كله اللي عايز يرجع تاني يبص على الفيديوهات الموجوده بشمس محمود يعني هيقطع مع طعم ازاي؟ دي الجايد لاينز فور كواليتي بلان. ان شاء الله هنتكلم على الكواليتي بلانز، يعني مهم قوي انك تبقى عارف الكواليتي بلان بتتعمل ازاي. هو الحقيقه يعني انا بحاول يعني اعمل منهجيه جديده عشان يعني دايما دلوقتي انت بتدخل اي حته تقول عايز كواليتي بلان. ناس كتير جدا بتروح عامله ايه؟ تروح عامله داونلود لكواليتي بلان وتاخده وتروح ابعتها للاستشاري او لاداره المشروع وقال لي الكواليتي بلان بتاعه. هذا كلام ما ينفعش. انت الكواليتي بلان ده ممكن يضرك اكتر ما ينفعك، لان انت الكواليتي بلان ده انت بتحط فيه انت هتشتغل بايه وازاي والبروسيجر بتاعتك ازاي ومستوى الناس ازاي ومستوى الاداء ازاي وكان لكم لو اخر ازاي، المفروض تلاقي حاطط حاجات اعلى كتير من مستواه او اعلى كتير من المشروع اللي انت فيه وهتلزم بيه بقى. فانت تبقى عارف الحكايه ايه. 19011 جاوا لهم اوديتنج اور انفيرمنتال مانجمنت سيستم اوديتنج. الاوديتنج بتاع ايه؟ ازاي اعمل اوديتنج للسيستم بتاع اللي هو ده والانفيرمنتال مارج اللي هو ال 14000. طيب سيريز فور سيريز كذا بابليكيشن انكلود جايدنس اون ستاندردز. البنفيتس بقى اتكلمنا عليها المره اللي فاتت برضه اللي هي ايه؟ كارينج اوت كي اكتيفيتيز ومينيمايزنج الريسك اوف كوستلي ميستيكس. هنا اتكلمنا هنا برضه على السكيماتيك بتاعت السنجل بروسيس اللي هو بيزيكلي او انبوتس بيدخل هنا، هنا بيحصل عمليات والكلام ده كله، بيطلع الاوتبوتس بيرسيف اوف اوتبوتس. وكل ده ايه؟ ده يتراجع. ده من اهم اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ده القاعده الاساسيه بتاعت ايه؟ بتاعت الكواليتي الكواليتي مانجمنت اللي هي الايه؟ خلي بالنا بلان دو تشيك اكت. دي مهم ان احنا نقف عندها يعني حتى حبه صغيرين يعني، ان هنا ادي ايه؟ ادي لان دي برضه عشان السبب احنا هنتكلم دلوقتي على الكلام على ده. يعني احنا عندنا مثلا ايه؟ ادي انبوت، هندخل انبوت هيعمل العمليات دي كلها بواسطه السبع ابواب او السبع عناصر اللي موجوده في الايزو 9001، وهيطلع لي هنا ايه؟ الريزلتس بقى اللي هي دي. فدي عباره عن ايه بقى؟ يعني بادي لايه؟ needs and expectation of relevant interested parties اللي هي احتياجات وتوقعات الناس المهتمه بالانتاج بتاعي. ده فهتبقى موجوده فين؟ في الفصل الرابع اللي هو الاول في السبع موضوعات. هنا برضه organization is context. context اللي هي ايه؟ اللي هي السياق بتاع الorganization بتاع السياق بتاعها. بيبقى موجود في الايه؟ في الايه؟ في الجزء الرابع او في الفصل الرابع من ايه؟ من البتاع ده الانبوت. والكاستم ريكوايرمنتس بيبقى صاحب الحاجه ولا الانتاج بيحط ايه رغباته بقى، بيعاوز ايه. طيب ندخل هنا ادي البلاننج، بيطلع منه البلان ماشي. هو ده بلاننج، اهو ده بلاننج اللي هو فين؟ الفصل السادس اللي هو ايه؟ بيطلع منه بلاننج، محدد البلاننج هنا وبيطلع منه اهو. الليدر شيب اللي هو الفصل الخامس الموجود في نص هو اللي مربط كل الايه؟ الامور كلها. الليدر شيب دي اللي هي بيقوم بيها ايه؟ ال 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 يعني الليدر شيب اللي هي القياده اللي هو بيزك اللي هو مثلا المديرين والمسؤولين والكلام ده كل واحد عليه ايه؟ يعني الموضوع مش اصلا مش تحكم يعني، يعني الموقع ده مسؤوليه ان انا ابقى رئيس مجلس اداره، دي مسؤوليه ان انا ابقى مدير حاجه مسؤوليه، رئيس حاجه دي مسؤوليه، مش يعني مش تسلط او ان انا بقيت احسن من حد او بحط ايدي بديد وبقيت اتفرج نفسي، لا دي مسؤوليه. فانا رابط المسؤوليه بقى بايه؟ بالبلاننج. البلاننج اهو. بعدين السبورت بعد ما البلاننج بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت واوبريشن، بيساند بقى الشغل وهو ماشي والايه والاوبريشن التشغيل والسبورت بتاعه. ده الفصل السابع والفصل الثامن. ابوك عشان برضه يبقى عارفين برضه الموضوع عايزه ماشي ازاي. بعدين اهو السبورت والاوبريشن ده ايه؟ اللي هو ايه؟ الدو. يعني دي تفصيل الدو، يعني كلمه دو دي تعني ايه؟ الاوبريشن
وايه السبورت، وايه السبورت موجوده في الفصل السابع والفصل الثامن. ده انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نبقى عارفين كل فصل منهم بيطلع ايه وبيشتغل ايه. بعدين بعد ما اخلص دو يعمل ايه؟ تشيك. التشيك ده عباره عن ايه؟ البرفورمانس ايفالويشن. انا خططت قلت بلان وات يو ونت تو دو. طيب دو وات يو هاف بلاند. نفذ اللي ايه؟ اللي انت كنت مخطط له. مش كده برضه؟ طيب في البرفورمانس بس يقول ايه؟ تشيك. هبعمل تشيك ما بين اللي انا عملته ومن اللي انا ايه؟ بلاند. لو هو مساويه ماشي، احسن منه شويه ماشي، طب اقل منه هعمل ايه؟ اروح في يبقى في ديفرنس، يبقى تشيك ذا ديفرنس بتوين ذا ريزلت اللي هو الدو ده والايه والبلاند. يبقى في جزء يا اما معمول الخطا عايز يتصلح، يا اما جزء ناقص عايز يتضاف، يا اما اي حاجه بقى. يبقى ايه تشيك ذا ديفرنس. هنا الامبروفمنت ثرو دي الفصل العاشر والاخير في الايه؟ في المواصفه اللي هي الاكبر 9001. طيب اكت. الاكت بقى اللي هي الايه؟ الامبروفمنت. الامبروفمنت ده طبعا هي مش قصه برضه في بلان بهذا الشكل. هي ايه عبقريه يعني بلان بوتشيك اكت؟ عرفتها قبل كده برضه بنحب ان احنا نقولها. بلاننج بلان دو وات يو ار بلاند، يعني مربوطين ببعض. تشيك اون ذا ديفرنس. تشيك دي يعني ايه؟ اتاكد من الفرق ما بين الاثنين دول. اكت مهمه في ايه؟ اكت اون ذا ديفرنس. يعني انا بقى يعني عبقريه الحته دي ايه؟ ان هي لما بتيجي تصلح او ما بتيجي تعمل بقى انت بتبص في الحته الضيقه اللي هي الجاب اللي ما بين الايه؟ الدو والبلان. فهي عبقريه دي، دي اسمها الاسم المشهور به ديمينج 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 سيركل. بس هي مش ديمينج، الحقيقه هي بتاعت شوهارت. شوهارت ده راجل ستاتيشيان اللي هو يعني استاذ ديمينج، هو اللي كان عامل الدائره دي، وديمينج اخدها بقى وطبقها وبقى وبقيت عارف انها باسم هو، كان اسم ايه؟ شوهارت. طيب البنفيت بتاعت الاستيفيكيشن اتكلمنا عليه، الاكزيستنج كي اوبريشنز الكلام ده من اول لاخره. اتكلمنا على ايه؟ الكواليتي مانجمنت سيستم لت اس مانج جروث مور افكتفلي، بتدير التطور او كبر المؤسسه او المكان او او البلد او اي حاجه. Many customers demand that each supplier has a quality system. يعني في زبائن كتير جدا ولهم حق، ولهم حق. يعني انا لو عندي شغل وجاني واحد مع شركه مع ايزو شركه معاش ايزو، انا باخد مع ايزو على طول، ما فيش كلام يعني. يعني عنده ايزو عنده نظام وضامن ان النظام ده هيطلع الايه؟ النتيجه بتاعت المتفق عليها. طيب الكوست اند ريسورسز اتكلمنا عليها، ودي اغلى حاجه لو الامبلويز نفسهم يعملوها بنفسهم. بتتعمل انترنالي، بس هي محتاجه ناس يعني يكونوا اشتغلوا قبل كده وعارفين في جوه من جوه الموظفين. وقلنا ان في طريقه ثانيه احسن شويه، مش احسن يعني اغلى شويه، لانك تجيب بقى واحد من بره يشتغل معاك وواحد من جوه معاه. الطرق بتاعتنا، المهم خلاصه الكلام ان في الاخر في اكسترنال اكسبرت وفي ايه؟ اكسترنال اكسبرت جاي من بره مع ناس بتشتغل من جوه. اللي من جوه بيبقى اسمه كلاينت ريب، كلاينت ريبريزنتيف، بيبقى التوب سيستم بتاع الكواليتي جوه. وايه هو الاكسترنال اكسبرت ده؟ اللي هو خبير بيجي من بره. ممكن خبير من بره ده يجي من اول يوم ويشتغل معاك في تجهيز المكان اللي ياخد الايزو، وبعد كده بيجي ايه؟ بيجهز كل حاجه، وبعدين بيجي ايه؟ بيجي ال 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 اللهم صل بشير النذير. بيجي الاكريديتيشن بقى او اللي هو التقييم، بيجي بقى بعد ما جهزها بعملها بتيجي شركه، بيجي بقى جيرمان جي ال جيرمان لويد، بتيجي بروفيتاس، بيجي تيوف، بتيجي تيوف شركه، شركه من الشركات العالميه. في شركه مصري دلوقتي بتعمل هذا الكلام وبتعمله يمكن بنص او بتلت الفاليو بتاعت الشركات الاجنبيه. الشركات الاجنبيه يعني ايه؟ انما هي مش مبالغ بتدفع، مش كتير ولا حاجه، لكن في فلسفه معينه ما يبقى يجي وقتها نبقى نقول عليها يعني. جراس فورك ان ذيس اريا تند وي دايركت ثرو بزنس لينكس. يعني يعني كان في فتره من الفترات في التسعينات كان اللي عايز ايزو بيجيب الشركه ويكمل لاخره، وكان
يعني الغرفه التجاريه مثلا هو تبع حاجه معينه بتدفع له 50% من الكوست. كان في دوله كانت عامله تشجيع كده للناس تاخد تعمل النظام بتاعها، ما اعرفش كان لسه موجود دلوقتي ولا لا، لكن كانت موجوده، كان موجوده برضه. احنا برضه كنا بنعمل شهاده بتاعت الاي بي ام اي اللي هي انترناشونال بروجكت مانجر، كان في برضه ايامها. يعني مثلا لو التكلفه مثلا لو انت بتدفع مثلا 10,000 جنيه انت بتدفع خمسه بس، والحكومه او ايامها كانت اتحاد المقاولين على ما اعتقد بيدي بيعمل 50%، يدفع 50%. فكانت في يعني ايه نوع من الايه الجرانتس، يعني الكلام ده انك تستضيف سيرتيفيكيشن فيز. سيرتيفيكيشن فيز اللي هي بقى اللي هي الرسوم اللي بتدفع لما الشركه بتيجي تديك الشهاده، زي ما قلنا تيف سيرت بيرو فيريتاس جي ال تيف سيرت، الشركات اللي هي الكبيره بيعتمد على ايه الفيز، بتعتمد على ايه، على الشركه، على حجم الشركه شكلها ايه، على الكومبت تيرن اوفر سعر السنه بكام، على حجم الناس اللي في الشركه، لان طبعا كل حاجه بتاخد ايه، بتاخد مجهود يعني تبع حجمها. يعني لو حاجه صغيره لا تخلص بسرعه يعني. في برضه لازم يكون في انترنال اوديتورز مدربين علشان ايه، هم بيعملوا الاوديتنج بتاع اللي ماشي على طول. يعني في اوديت ممكن يتعمل كل اسبوعين كل شهر زي ما هو عاوز، انما الاوديتنج الثاني بتاع الاكسترنال اوديتور المفروض ان هو بتاع الشركات اللي هي المنحه بتيجي مثلا مره كل سنه، اشتغل مده 3 سنين كلها. على فكره وحدش اعتقد ان ده شهاده، انا ما بصرفش الشهاده، انا كل نفسي فيه ان كل الناس الحضور يعرفوا يعني ايه ايزو على حق، لان الشهره للاسف بقت يعني سيئه. يقول لك ايه ده انا اشتري، ده انا اشتري بعيني. يعني كان في واحد من ابنائنا يعني اللي هو كان صاحب شركه يعني مش كبيره يعني، وبيكلم مع صاحبه يقول له احنا هنعمل ايزو وبتاع وكده، فبيكلمه صاحبه الثاني كان في السعوديه بنو، قال له يا عم انا اجي لك واخلي لي اطلع لك الشهاده دي وانت قاعد في بيتكم، ومش عارف تدفع مش عارف 15,000 بقى 15,000 ولا ايه، ويعني في مواضيع كتير. فطبعا اي حاجه بتتعمل بهذا الشكل الفلوس اللي بتدفع دي بتبقى فلوس في الهواء وفلوس مفسده مش شطاره. والشركات اللي بتعمل كده الشركات معروفه ومش كويسه وسمعتها بطاله، ولما بتقدمها في اي شركه اجنبيه ولا كانك عملت حاجه وبيبان على طول. هنا احنا وقفنا هنا المره اللي فاتت، دول الايه ال10 ابواب اللي هم بتوع الايه المواصفه للازمه 9001. اول حاجه السكوب، السكوب بتاع اللي هو السكوب اللي هو ايه بقى، السكوب اللي هو احنا قلنا السكوب اللي هو النطاق، النطاق بتاع المواصفه نفسها، اللي هي النورماتيف ريفرنسز اللي هي المراجع بتاعتها، عايز ايه الكلام ده كله، هي راجعه لايه او متعلقه بايه، التيرمز اند ديفينيشنز اللي هي ايه الترمينولوجي اللي شغاله فيها والتعريفات. من اول هنا بقى من اول 4 لغايه 10 دول اللي احنا ايه شفناهم في الـ في الـ في الشارت اللي احنا شفناه في الاول، اللي هي كونتكست اوف اورجانيزيشن، ده اللي هو السياق بتاع التنظيم نفسه، الاورجانيزيشن شارت بتاعها، الجوب ديسكريبشنز بتاعتها، الريسبونسبيلتيز بتاعت كل واحد فيهم، النظام ماشي ازاي، البروسيجرز ازاي، الكلام ده كله من الاول لاخر ازاي. بعد كده الليدر شيب، فاكرين الدايره اللي كانت في النص، الليدر شيب اللي هي ايه مربطاه كله كل الاعمال، يعني الليدر شيب دي اللي بيعملها الانسان هو طبعا اللي يربط كان يقول اخره. البلاننج اللي هي التخطيط، ودي بتبقى اول نقطه اللي هي بلان، دي بلان بقى بلان. السبورت والاوبريشن دول بنتكلم عليهم اللي هم الدو. البلاننج اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا الفور ايه؟ الفور دايمنج سيركل ايتمز. بلان اللي هو البلاننج اللي في الفصل الثالث بتتوصف، دو في السبورت والاوبريشن في الاثنين دول. السبورت بتاع الدو شو بتاعك المنتج اللي هيعمل له الاجراءات اللي بتوصف انت هتشتغل ازاي وهتعمل ازاي كم من الاخر. وبعدين هنا اهو بلان وادو، هنا بقى تشيك اللي هي البرفورمانس ايفالويشن اللي انا بقيس بقى ما بين اللي انا عملت له بلان وعملت له ايه الدو، فرق ما بين الاثنين دول، بطلع ايه البرفورمانس ايفالويشن، وبعدين اللي هو الديفرنس اللي ما بين ده وما بين ده، وبقول بقى امبروفمنت ان انا ايه بصلح ما حدث ما بين هنا وهنا، او لو ما بصلحش يعني لو في انا مثلا خلاص الانتاج بتاعي بقى 100% وما فيش اي حاجه خلاص وماشي 100%، انا بعمل ايه امبروفمنت بقى ايه امبروفمنت بقى في السيستم، امبروفمنت في كل حاجه.
في اي في كل في كل العناصر بتاع هيبان الكلام ده. طيب اول حاجه السكوب هنتكلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الكلام؟ في اي سؤال في اي حاجه يعني نخليها بقى ايه مع بعض لو في اي حاجه يعني المواضيع اصل قدام ده موضوع جميل وانا بقول لكم هياخد مننا مش النهارده بس واعتقد ولا كمان مره مينيموم تخلص النهارده والمره الجايه ده مينيموم يعني اذا ما زادش عن كده يعني ده موضوع هام موضوع يعني عايزكم تاخدوه بجديه وتخلوا المهندس محمود يقولوا له بقى يعني نزله لكم على طول فعلى يتقطع ويتحط انا ده مهم 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 عايز تبص عليه. سكوب انترناشونال ستاندرد سبيسيفايز ريكوايرمنت والريكوايرمنت سيستم وين ان اورجنايزيشن يعني دي الانترناشونال ستاندرد دي اللي هي الستاندرد اللي هي معلش انا الواحد ايه يعني انا حاولت ان انا اترجم طبعا لفظ لفظ اللي هي المواصفه المواصفه دي بت ايه بتصف الاشتراطات بتاعه الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هو نظام اداره الجوده لما اي منظمه تبقى عايزه ايه needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements and ان دي لما شركه عايزه demonstrate يعني تبين قدراتها ان هي تقدر تنتج تعمل منتجات او خدمات طبقا لطلبات العميل وايه وطبقا لايه للاجراءات القانونيه والايه والايه القانونيه والاجرائيه يعني الطلبات القانونيه والتنظيميه ابليكابل ستاتوتوري اند ايه يبقى دي ايه المتطلبات القانونيه والتنظيميه تمام دي اول حاجه. طيب ثاني واحده aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system بتهدف الى تعظيم او تبين الكاستم ساتسفاكشن الرضاء العميل خلال الافكتف ابلكيشن بتاع السيستم خلال التطبيق الافكتف اللي هو المؤثر للنظام وده النظام بيشمل ايه بروسيسز فور امبروفمنت اوف ذا سيستم اللي هي اجراءات بتاعه تحسين النظام وذا اشورس اوف كونفورميتي اون الكونفورم ضمان الكونفورمنس بتاعته كونفورمنس تو كاستمر اند ابليكابل ستيتوري اند ريجولاتوري ريكوايرمنتس اللي هي قلنا ايه اللي ايه المتطلبات القانونيه والتنظيميه تمام. All the requirements of this international standard are generic and are intended to be applicable to any organization regardless of its type of size or the products and services it provides. كل الاشتراطات اللي موجوده في المواصفه الدوليه دي جينيريك اصليه خلاص ومجهزه ان هي تبقى مطبقه على اي نوع من انواع التنظيمات اي نوع من التنظيمات اي نوع لو مشروع ممكن يتعمل له ايزو لو شركه تعمل لها ايزو لو مصنع يتعمل له ايزو لو شركه كبيره تعمل لها ايزو لو وزاره تعمل لها ايزو لا حكومه تعمل لها ايزو يعني النظام بتاعها ده نظام ومع الفكره في حاجه ثانيه غير الايزو في سيستمز ثاني موجود يعني اللي هو اليوروبيان سيستم بس هي الايزو دي اشهر واحده فينا اللي هي بتاع الايه الترجمه بتاعها انت ايزو انترناشونال اورجنايزيشن فور ستاندرزيشن بس حطوا الاس ده للواشنطن تبقى تتنطع حطوها كده هم regardless of its type of size ان هي كل الشروطات بتطبق على اي اورجانيزيشن بصرف النظر عن ايه؟ عن نوعها او حجمها او المنتجات او الخدمات بتاعتها. النوت 1 in this international standard في المواصفات العالميه دي the term product or service only apply to products and services intended for or required by a customer. يعني الكلمه product or service دي بايه؟ بتطبق على البرودكت سيرفيس اللي هي اللي الكاستمر فعلا عايزها
يعني انا مش بتتاخد مش اي برودكت ولا اي ولا يعني لما اقول سيرفيس او برودكت يبقى مقصود بيه ان البرودكت ان الـ ان الـ ان ان البرودكت اللي الكاستمر عايزه او الكاستمر ساتسفاكشن او السيرفيس اللي الكلاينت عايزه الكاستمر نفسه عايزه يعني مش هوصف لما اقول برودكت او سيرفيس يعني ده برودكت او سيرفيس اللي الايه اللي العميل عايزه خلاص نوت تو statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements اللي قلنا عليه ان ال statutory وال regulatory اللي هي الحكومية المتطلبات القانونية التنظيمية ممكن نقول ايه انها legal requirements اللي هي الايه الشرطات القانونية and دي متطلبات قانونية statutory والريجولاتوري دي التنظيمية قانونية وتنظيمية هن ايه هتطلق عليها عموما ايه ليجال ريكوايرمنتس كل مره هنقول ستيتوري اند ريجولاتوري هنقول ليجال ريكوايرمنتس طيب هتقابلنا كتير الكلمه دي واحنا مش الكواليتي مانجمنت سيستم ريكوايرمنتس نورماتيف ريفرنس تمام طيب normative reference the following documents in whole or in part are normatively references in referenced in this document and are indispensable for its application. For data references, only the edition cited applies. يعني ال 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 المرجع ده لو جيت اشتغل لو جيت الاقي لو انا بتكلم على 2015 دي مختلفه عن كل اللي فات مختلفه عن اللي قبلها عن 2009 مختلفه يعني دي خامس فيرجن فما دي مش هطبق اي فيرجن فيها واقول ده تنفع ذات لا كلها مختلفه عن الثانيه ودي نورماتيف ريفرنس اللي هي الريفرنس اللي انت هتشتغل عليها لو انت بتعمل ايزو يعني مفيش حاجه اسمها انك تعمل ايزو مثلا على الايزو 2000 او على 2009 لا انت الايزو اللي تعمله على 2016 ما فيش حاجه اسمها كده يعني لما جت 2016 يبقى الشهادات اللي اتاخدت قبليه فاليد لغايه ما تنتهي المده بتاعتها مده 3 سنين تخلص 3 سنين تتجدد بالايه؟ بال 2009 بال 2015 مش بال 2009 for data differences only the edition cited applies the edition cited applies for undated references the latest edition of the reference document including any amendment applies يعني لما يبقى انا بقول 10000 2015 يبقى انا لحد 2015 ان دي اخر واحده هشتغل بيها. طب لو انا جيت قلت ايزو دلوقتي وبس وسكت هيبقى المقصود ايه؟ يعني لو انا بقول دلوقتي انا عايز اعمل شهاده ايزو هيبقى انهي ايزو؟ الليتست اديشن على طول اللي اديشن 5 بتاع الكلام ده. ما تجيش اجيب اللي قبلها واقول انا اعمل ايزو عليها لا ما ينفعش. كواليتي مانجمنت سيستمز فاندمنتالز اند فوكابلري. التيرمز اند ديفينيشن For the purpose of this document, the terms and definitions given in ISO 9000:2015 apply. يعني أحيانا الكاستمر يتقال يعني بيبقى فيه فوكابلري معين والديفينيشنز معينة لازم إيه نستخدمها. يعني مش أي ديفينيشن تاخدها من أي مثلا فيرجن قديمة أو من أي إديشن قديمة وأقول دي شغالة لا لازم نفس الإيه الإديشن دي يعني. Context of the organization دي من 4 كنت بقول اللي هو الايه سياق المؤسسه احنا فاكرين لما كنا بنقول ايه اللي هي البلان دو تشيك اكت احنا اتكلمنا على البلان دخلنا دلوقتي على الايه لا ده دي اول حاجه كنت اقول organization ده اللي هو الانبوت ده الانبوت الاولاني خالص لا هنا الاولاني context of the organization اللي هو الايه context اللي هو السياق بتاع المنظمه نفسها understand the organization and its context. يعني لازم انا افهم المنظمه بتاعتي او الشركه او الاخر المنظمه دي تعني شركه تعني مشروع تعني هيئه تعني وزاره تعني اي حاجه يعني. خلاص؟ فايه؟ shall determine external and internal issues and its context. The organization shall determine external and internal issues. اي منظمه في الدنيا او اي يعني جهه في الدنيا لها ايه؟ لا external issues وinternal issues. الاكسترنال issues اللي هي الحاجات يا اما قبلها يا اما بعدها
يعني يا اما بتديها انبوت عشان السيستم بتاعها يشتغل ويطلع اوتبوتس، يا اما بره يعني الجهه او اللي هيبقى لها علاقه ليا وانا بدي له الاوتبوت بتاعي. فدي ايه ده اللي هي دي الاكسترنال. الانترنال ايشوز بقى اللي هو جوه الايه؟ جوه السيركل اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي ايه جوه دايره الايه بلانت بتاعتك. Internal issues that are relevant to its purpose and strategic direction and that affect its ability to achieve the intended results of its quality management system. يبقى ايه المنظمه بتاعتك او الشركه او اخره هتحدد external internal issues، الايشوز اللي هي الاعمال او الموضوعات الداخليه والخارجيه اللي هي متعلقه بالاهداف البيربز بتاعتها والاستراتيجي دايركشن والايه والتوجهات الاستراتيجيه بتاعتها وتاثيرها افكت اتس ابيليتي اللي بت ايه اللي بتاثر على قدرتها انها تحقق النتائج المطلوبه بتاعت المارج سيستم بتاعها بتاع نظام الجوده بتاعها. The organization shall monitor and review information about these external and internal issues. المنظمه او التنظيم او الجهه او المكان بتاعت مونيتور، فاكرين مونيتور اللي هو الرقابه اللي يراقب، هتراقب وتراجع البيانات انفورميشن للايه للحاجات الاكسترنال اكسترنال ايشوز. اي اكسترنال ايشوز زي ما قلنا يا اما مدخل لي حاجه ومن جوه التنظيم بتاعي سبلاير بقى كونسلتنت اي حاجه او الايه او الاكسترنال ايشوز بيبقى بس مثلا الكاستمر في الاخر او موزع او بنك او اي حاجه. يبقى ايه بقى دول ايه بقى لازم تراقب وتراجع البيانات بتاعت ايه الانتوكسر. نوت 1 ايشوز كان انكلود بوزيتيف اند نيجاتيف فاكتورز اور كونديشنز فور كونسيدريشن. هو ايشو مش معنى ايشو ان انا بختار، انا بقول مثلا باخد طرح حاجات كويسه بتاعت المداخل او المخارج او الاكسترنال ستيك هولدر او الاكسترنالز اكسترنال يعني الناس الانترنال اكسترنال الاكسترنال بره التنظيم بتاعي. لا انا بحط الايه البوزيتيف والنيجاتيف، يعني كل واحد بيتوصف صح. يعني ممكن عندي بقى واحد نيجاتيف بس في لحظه انا هحتاج له، عندي واحد مثلا يعني ماليا مش تمام او في اي عيب ديفكت معين بس ابقى عارفه بقى وبتعامل معاه وعارف الديفكت بتاعه. يعني الايشوز بتبقى يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، يعني ما اخجلش مش كل حاجه اقول له الله ينور وبتاع. لا في ناس مش الله ينور قوي لكن في لحظه من اللحظات ممكن احتاج له في حاجه تكون سريعه في حاجه تكون وهكذا. Understanding the external context can be facilitated by considering issues arising from legal, technological, competitive, market, cultural, social, and economic environments, whether international, national, regional, or local. فهم ال external context، الكونتكست يعني اقول الكونتكست اللي هو ايه؟ السياق، يعني انا افهم السياق الخارجي بتاعي ازاي؟ ان انا اسهل الكونسيدرنج ايشوز الايشوز اللي هي ايه؟ اللي هي متعلقه بايه؟ او ناتجه عن ايه؟ عن ليجل، عن حاجات قانونيه او حاجات تكنولوجيه او كومبيتيتيف اللي هي الايه؟ المنافسين او السوق نفسه او الكالتشرال الثقافه حاجات ثقافيه او السوشيال او الاجتماعيه او الاقتصاديه او البيئيه. الحاجات دي كلها ايه؟ يا اما انترناشونال، يعني يا اما انا ممكن اكون بشتغل بعمل حاجه سيرفيس او حاجه مرتبطه بتصدير باستيراد بكلمه بقول اخر يعني بقى انترناشونال، يا اما ناشونال انا شغلي كله ماشي بعمل كله ناشونال ريجيونال او ريجيونال للمنطقه او لايه او للوكال في المكان اللي انا فيه. يعني انا مثلا شغلي في غليكيت في اسكندريه على قد اسكندريه يبقى انا لوكال، لو انا مثلا على مستوى مصر ابقى ريجيونال، لو انا مستوى مثلا مصر ومنطقه كنت بقيت ناشونال، وبعدين على العالم كله بدخل بقى انترناشونال، وبعدين ايه بقى يعني كل الفاكتورز دي لازم تبقى ايه تكون متسهله ومعروفه وواضحه ومتاخد ان كونسيدريشن لما باجي اعمل الايه الاندرستاندنج اورجانيزيشن الكونتكست بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتي. نو 3 اندرستاندنج ذا انترنال كونتكست can be facilitated by considering issues related to values. الحاجات بقى الانترنال بتاعتي انا جوايا بقى التنظيم بتاعي بقى ايه الانترنال كونتكست اللي انا
اللي انا لازم اعمله لنفسي، او ايه السياق اللي انا لازم ايه اخده في الاعتبار، اللي هي ريتد ايه للفاليوز، القيم. قيم يعني خلي بالنا، فاليوز بتشمل الحاجتين، يا اما الفاليوز اللي هي الايثكس الكلام ده كله اخره، يا اما في الفاليو انجينيرنج اللي هي بتديك الايه الاوبتمايزيشن بتاع الريسورسز بتاعتك عشان توصل لحاجه، يعني توصل للريزلتس اللي انت عايزها بايه، بافضل ريسورسز، او باكثر ريسورس ملائم الاقل ريسورس يعني ممكن تستعمل عشان تاخد النتائج دي. حاجه لوحدها اللي هي الفاليو انجينيرنج. فدي ايه ده موضوع تاني. الكالتشر اللي هي الثقافات، يعني انا الثقافات اللي هي اللي عندي جوه المنظمه بتاعتي، لو انا بشتغل في اي مكان تاني في الخليج في اي حته، الكالتشر عندي كالتشرز مختلفه تماما. عندك في العرب نفسهم الكالتشر المصري غير السوداني غير الكويتي غير السوري غير 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 غير، عندك فلبينيين كالتشر ثانيه مختلفه، الهنود كالتشر ثالثه، الفلبينيين خلي بالنا الكالتشر دي مش حاجه وحشه، لا يعني ديفرنت كالتشر، بس انت بنتفق يعني بيبقى متفقين في ايثكس بقى. هنا الايثكس بقى الايثكس الاساسيه بصرف النظر، يعني الكالتشر دي ثقافات، وانا شخصيا من اثار تعدد الكالتشرز وتعدد الجنسيات وتعدد الاديان وتعدد كل حاجه في اي فريق، لضمان برضو المشروع بتاعي زي ما اتكلمنا قبل كده، ان انت عشان تضمن ان مشروعك يمشي او شركتك تمشي او مؤسستك تمشي، لازم يبقى عندك ايه ديفرنت كالتشر وديفرنت ريليجنز وديفرنت ناشوناليتيز، بتكلم على الانترناشونال، عشان لو في لو انت عندك حاجه، لو انت عندك ميجر جنسيه معينه، ممكن يوم اجازه بتاع الجنسيه دي شغلك وقف، يعني يبقى الموضوع في بالانس، شركتك ممكن تمشي تشتغل في غياب مثلا نسبه معينه، يعني 25% مثلا بجنسيه معينه او بكالتشر معينه او بديانه معينه او الى اخره، وخدوا اجازه مثلا اجازه رسميه، ده من حقه ولازم هياخدها، يبقى يحصل ايه؟ ان انا احمل 25% دي على ايه؟ على بقيه ال 75%، يبقى كل واحد يبقى اشتغل له ساعتين في اليوم عوض زياده اوفر تايم، هياخدهم طبعا فلوس اوفر تايم، مش بس مش هتطلع الانتاج. ف يعني انا يعني دي خبره الحياه وخبره السنين، ان انا ايه ما اتمسكش بقول ايه لا ده انا عايز كلهم مصريين، لا ده انا عايز كلهم سوريين، لا ده انا عايز كلهم، لا الفاريشن ده بيدي قوه ليك والاورجنايزيشن بتاعك والبروجكت بتاعك. لو انت في البروجكت النولج معلومات طبعا قطعا، لو انا بشتغل مهندس مدني في مصر بس، زي ما اشتغل مهندس مدني او بدير مشروع في مصر بس، او بدير مشروع في الخليج بس، او بدير مشروع انترناشونال بس، النولج دي بتبقى مختلفه من مكان لمكان لمكان لمكان. الشطاره برضو اللي بيدير او اللي بيليد الاماكن او في الدراسات بقى بتاعت الكلام ده كله، ان الايه النولج تبقى يعني ايه كومبايل كلها مع بعضها، وان احنا نعرف نحط كل النولج دي في تراك ان هو ينجح لنا الدنيا، ما يبقاش نولج او اختلاف النولج او اختلاف البرفورمانس الى الاداء بتاع ايه بتاع المنظمه، ما يتاخدش بشكل نيجاتيف، لا نحوله بشكل بوزيتيف، بان احنا نجمع الناس كلها على بعضها، والناس تبقى يعني ايه يعني طيب الكونتست اورجنايزيشن ده احنا لسه بنتكلم على ايه، على السياق بتاع ايه المنظمه بتاعتنا او الجهه بتاعتنا او المشروع بتاعنا او الشركه بتاعتنا. كنا بنتكلم في 4.1، دلوقتي بنتكلم على understanding the needs and expectations of interested parties. لازم افهم كويس قوي احتياجات وتوقعات الاطراف المهتمه. يعني في لفظ بيتقال stakeholders، يعني ممكن تختلف عنه شويه، ممكن يبقى interested parties، يعني كلهم ستيك هولدرز، يعني ممكن الستيك هولدرز يبقوا اكثر من الانترست بارتيز، يعني الانترست بارتيز اللي هم الايه؟ ولو اعتقد ان هو بس اختلاف بس، خلينا نقول انترست بارتيز زي الموصف بيقول، ونفتكر على طول كلمه ستيك هولدرز الاطراف اللي هي ايه؟ اللي هي بتتاثر بالمشروع، سواء بتتاثر بوزيتيف او بتتاثر نيجاتيف. طيب due to their effect or potential effect on the organization's ability to consistently provide products and services
that meet custom and applicable statutory and regulatory requirements organization shall determine. طبقا للذير افكت اللي هو التاثير بتاع الكلام ده كله على البوتنشال افكت او التاثير او البوتنشال افكت يعني يا التاثير الرئيسي يعني البوتنشال اللي هي حاجات الايه البوتنشال اللي هي الاساسيه او في الحاجات الاساسيه التاثيرات الاساسيه على الاورجنايزيشن ابيلتي اللي بتؤثر على قدره الاورجنايزيشن المؤسسه ان هي ايه تقدم البرودكت والسيرفيس بتاعتها اللي بتقابل الكاستمر ابليكابل ستيت اند ريجولاتوري زي ما قلنا ستيت ريجولاتوري اللي هي الايه القانونيه والايه والاجرائيه او المتطلبات القانونيه والتنظيميه هتعمل ايه بقى؟ The interested parties that are relevant to the quality management system اللي هي الانترست بارتيز اللي هي الاطراف المهتمه اللي هي ريليفنت يعني متوافقه مع ايه الكواليتي مانجمنت سيستم. The requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system ان الشروط بتاعه الانترست بارتيز اللي هم الاطراف المهتمه ريليفنت لايه يعني متطابقه او 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 يعني متفهمه للكواليتي مانجمنت سيستم. Organization shall monitor and view information about these interest parties and the relevant requirements. التنظيم نفسه او الشركه او النظام نفسه او المنظمه او الوزاره او اي حته بتاخد عايز الشهاده لازم تبقى ايه؟ بتمونيتور بتراقب وبتراجع الانفورميشن اللي هي البيانات بتاعت ايه؟ كل interest parties والريليفنت وشروطهم يعني لازم يبقى عنده الداتا بتاعت كل الانترست بارتيز دي وايه وبتراقبها وبتراجعها وتحطها في الاعتبار. طيب النقطه الثالثه في في الكونتكست اوف الاورجنايزيشن determine the scope of the quality management system اللي هو تحديد سكوب بقى هنا النطاق الكونتكست ده السياق والسكوب ده ايه النطاق اللي هو مجموع الاعمال بتاعته او موضوع محتوياته يعني. Organization shall determine the boundaries and applicability of the quality management system to establish the scope. يعني المنظمه او التنظيم او الشركه مع organization يعني بقى ايه؟ اي organization عندك يعني في organization شرط اللي هو هيكل التنظيم او النظام اللي عندك يعني او الشركه او المكان بتحدد الباوندريز اللي هي الايه؟ الحدود والتطبيق بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هو النظام الجوده للمكان عشان تحقق ايه السكوب عشان تحقق السكوب عشان تحقق النطاق بتاعها النطاق بتاع اللي هو الاعمال بتاعتها. When determining the scope the organization shall consider لما باجي احدد بقى السكوب ده الاورجنايزيشن بتحدد ايه بكونسيدر بتاخد بالها من ايه؟ او بتاخد في اعتبارها ايه؟ so external and internal issues referred to in 4.1 الحاجات اللي معايا 4.1 لازم تتاخد في الايه؟ في الاعتبار اللي هي الاكسترنال والانترنال كنا بنتكلم عليهم من شويه. The requirements of relevant interested parties referred to in 4.2 والاشتراطات للانترست بارتيز اللي في الايه؟ في 4.2 هنلاقي ان الكلام كله مرتبط ببعضه يعني مفيش نقطه محطوطه هنا كده وخلاص. The products and services of the organization اللي هي المنتجات والخدمات بتاعت ايه الاورجنايزيشن. طيب determine the scope of the quality management system النقطه الثالثه بحدد السكوب اللي هو الايه؟ السكوب اللي هو زي ما قلنا الايه؟ النطاق of the quality management system. The organization shall apply all the requirements of this international standard if they are applicable within the determined scope of its quality management system. المنظمة أو التنظيم أو المكان لازم يطبق كل الاشتراطات اللي موجودة في الإيه؟ في المواصفة دي. لو if they are applicable within the determined scope إذا كانت إذا كان ممكن تطبقها جوه السكوب بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعها. يعني مفيش حاجة اسمها
ما يعني ما يعني ما دام السكوب بتاعها بتاع المنظمه بيخضع للسكوب بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم، لازم ايه؟ لازم يتطبق عليه، مفيش حاجه اقول لا. كان زمان قوي كان في الايزو 9001 9002 9003، كان 9001 كل حاجه بما فيها الديزاين بما فيها التوليدات بما فيها كذا كذا. اعتقد 9002 كانت من غير توليدات، 9003 كانت من غير ديزاين. فكان في سب ايشوز كده يعني، دي حاجات قديمه يعني. فدي برضه بنفس القصه، انها لازم يعني لو انت مش هتطبق حاجه للايتم موجوده في المواصفه لازم تبقى مسببه ومبرره وواضحه وصريحه، انما لازم يطبق كل الايه؟ كل الايتمز اللي موجوده في الايه؟ في السكوب بتاع الايجن اللي هو خلاص. Context of organization determining the scope of the quality management system. طيب the scope of organization quality management system shall be available and be maintained as documented information. النطاق بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم بتاع المنظمه دي او الشركه او المكان خلاص، shall be available and be maintained، لازم يبقى available وموجود ودوكيومنتد بدوكيومنتد انفورميشن. يعني عندك الـ من ضمن الدوكيومنتيشن اللي عندك في الشركه الكلام اللي بنقوله ده، يعني بتبقى هارد كوبي وسوفت كوبي بقى، كان يكون من الاخر ايه؟ من الاجل ايه؟ 9001 كل الـ 10 شابترز بتاعتها والديتيلز بتاعتها زي ما هي الاصليه يعني. The scope shall state the types of products and services covered. السكوب بقى هيبقى ايه؟ بيبين انواع المنتجات والخدمات المغطاه. And provide justification for any requirements of this international standard that organization determines is not applicable to the scope of its quality management system. وفي نفس الوقت بت provide justification، بتقدم justification للتاكد من ايه؟ من صحه الاشتراطات بتاعت انترناشونال ستاندرد اللي احنا فيها دي. يعني بيبقى مؤكد او تاكيد ان الاشتراطات بتاعت الانترناشونال ستاندرد دي خلاص ان هي محدده ان هي مطبقه على السكوب والكواليتي بتاعت الايه؟ بتاعت المنظمه. Context of organization determining the scope of the quality management system، دي برضه دي النقط اللي هي under the same title. Conformity to this international standard may only be claimed if the requirements determined as not being applicable do not affect the organization's ability or responsibility to ensure the conformity of its products and services and enhancement of customer satisfaction. دي لا يجوز المطابقه، دي الترجمه. انا برضه يعني ايه، انا حاولت ان انا يعني اعمل برضه ترجمه عشان يبقى يعني التيرز مع بعضها بخط تاني حاجه في حته ثانيه. لا يجوز المطالبه بالتوافق مع هذه المواصفات القياسيه الدوليه الا اذا كانت هذه المتطلبات المحدده غير قابله للتطبيق ولا تؤثر على قدره المنظمه على مسؤولياتها لضمان توافق امكانياتها وخدماتها وتقدير رضا العميل. فلازم تبقى ايه؟ كونفورمنج مع ايه؟ الكونفورميشن بتاعها ما نقدرش نعمل كليم عليها الا اذا كان يعني ايه؟ اذا كانت ما تنفعش، ما ينفعش تطبق مع دي ولازم تثبتها من الاول خالص. طيب هنا بنتكلم بقى على ايه؟ الكواليتي مانجمنت سيستم اند اس بروسيسز، هنجمعها بروسيسز بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم. كل ده التايتل اللي هو الايه؟ كونتكست اوف اورجانيزيشن، اللي هي السياق بتاع الايه؟ المنظمه بتاعتنا، زي ما قلنا في الشارت الاولاني خالص اللي هو ايه؟ اول انبوت يدخل عشان يدخل في الدائره بتاعت بلان دو تشيك اكت. The organization shall establish, implement, maintain and continually improve the quality management system, including the processes needed and their interactions in accordance with the requirements of the international standard. ان المنظمه او تنظيم establish هتنشئ وتطبق وتحافظ maintain وكونتينوال امبروف وتعمل امبروفمنت تحسين مستمر
للايه للكواليتي مانجمنت سيستم بتاعها. ده بما فيها ايه؟ البروسيسز نيدد والانتر اكشنز. يعني كل ده بيتم على الايه؟ على البروسيسز اللي هي ايه؟ في نسميها بروسيدرز نسميها بروسيسز، دي برضو ايه في الابلكيشنز حتبان. فهي بروسيسز برضو بيسموها ايه؟ عمليات او اجراءات يعني. نيدد اند ذير انتر اكشنز وعلاقاتها ببعضها ان اكوردنس وذ ريكوايرمنتس اوف ذا انترناشونال ستاندرد، مع الاشتراطات بتاعت ايه؟ الانترناشونال ستاندرد فيها اللي هي الـ ISO 9001 2015. طيب the organization shall determine the processes needed for the quality management system and their applications to the organization and shall the organization هتحدد لكل خطوه لها procedures بتاعتها. procedures يعني processes كان procedures زي ما هم بيقولوا، يعني بيبقى عندك اجراءات، ممكن اجراء يتطبق على خطوه او خطوتين او ثلاثه، وممكن كذا اجراء يطبقوا على خطوه واحده. خلي بالك يعني دي هتبقى ايه؟ هي اللي هتحدد the processes needed for the quality management system with the applications of the organization and shall ايه؟ determine the inputs required and the outputs expected from these processes. يعني اي process اي process هي procedure، يعني احنا في اللفظ الداري procedure. ما هو بيقول processes، خلينا معاهم في التكنولوجي. الناس زي ما قلنا في الكل في الدراما الاولاني، انا عندي input زي ما قلت في اول، عندنا ثلاث inputs اللي جايه من الفصل الرابع في الـ وعندنا الـ طلبات العميل، حاجتين دخلوا من الفصل الرابع وطلبات العميل في الكيرف الاولاني خالص، دول اللي هو الانبوتس بتاعته وايه والانبوتس ريكوايرد اند اوتبوتس اكسبكتد فروم ذا بروسيسز. وفي الاخر خالص اللي هو الخروج بقى اللي هو يتبقى الايه كاستمر ساتسفاكشن والاوتبوتس بتاعته. طيب فور فور وان اورجانيزيشن شال استابليش امبلمنت مينتين اللي هي تحت النقطه دي، ديتيرمين اند ابلاي ذا كرايتيريا اند ميثودز، حدد وطبق كرايتيريا اللي هي المحددات، كرايتيريا اللي هي المعايير والطرق، انكلودينج مونيتورنج. انكلودينج ايه؟ المونيتورنج. مونيتورنج اللي هي زي ما بقول مونيتور دايما اللي هي ايه؟ المراقبه والقياسات مهمه جدا جدا. عشان كده بيقول مهمه ليه؟ انت بعد كده تدخل بقى في تتعود ان يعني انت بتاخد بتعمل ميجرمنتس وبتعمل ستاتستكس وبتعمل كي بي ايز وبتعمل الكلام ده كله عشان بعد كده تدخل في الايه في 6 سيجما وبتعمل ايه في الليين 6 سيجما اند ريليتد بيرفورمانس انديكيتورز او اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتورز نيد تو انشور ذا افكتيف اوبريشن اند كنترول اوف ذيس بروسيسز اللي هي الحاجات المطلوبه اللي هي الميجرمنتس والليت بيرفورمانس الكي بي ايز اللي محتاجين لها عشان نؤكد ان الـ ان الاوبريشن العمليات والكنترول بتاعت ايه بتاعت الاجراءات دي. تمام؟ Determine the resources needed for these processes and ensure their availability. احدد الريسورسز، احنا قلنا الريسورسز عباره عن ايه؟ الفور ام، مان باور، ماتيريال، ماشينري وماني. لازم اكون محدد الريسورسز needed للبروسيسز دي، يعني مفيش بروسيس هيتعمل من غير امكانيات. حاجات قلنا ال 4 ام هي هتبقى ايه؟ احدد الامكانيات المطلوبه عشان لازم اتاكد ان الامكانيات بتاعتها موجوده. ما اجيش اقول مثلا اعمل بروسس مثلا لاي حاجه وما فيش مثلا ما فيش عنصر بشري هينفذها، او ما فيش مثلا فلوس هتعملها. لا، متاكد ان كل الريسورسز لاي بروسس افيلبل موجوده. Assign responsibilities and authorities for these processes. بحدد المسؤوليات والايه؟ والاثورتيز اللي هي السلطات. يعني اي واحد في الدنيا عنده مسؤوليه لازم عنده سلطه. لو عنده مسؤوليه من غير سلطه مش هينفع يشتغل. مش بقول سلطه بقى يعني يتسلط، لا. يعني عنده الامكانيات والقدره على ان هو ينفذ المسؤوليات اللي عليه فور ذيس بروسيسز. والعكس برضه، يعني لو انا عندي سلطات ماليش مسؤوليات ابقى برضه بالسلامه. يعني الاثنين ايه؟ وحشين. انما النهارده اللي عنده مسؤوليه لازم يبقى عنده ايه؟ سلطات. وما فيش حد يبقى عنده سلطات يبقى السلطه هتبقى سلطه مطلقه يعني زي قلتها. طيب assign responsibility authorities for these processes، بحدد المسؤوليات والسلطات
the processes D, address the risks and opportunities are determined in accordance with the requirements of 6.1. هيجي في 6.1 بعد كده هيجي الريسك اللي هي الايه؟ الريسك اللي هي اللي هي الريسك اللي هو المخاطر المخاطر والاثار والاوبورتيونيتي اللي هي الايه؟ اوبورتيونيتي اللي هي الاوبورتيونيتي فور اوبورتيونيتي اللي هي الفرص اوبورتيونيتي اللي هي الفرص والريسك اللي هي المخاطر دي في السوت اناليسيس موجوده بس يعني ايه؟ يعني الريسك اللي هي المخاطر والاوبورتيونيتي اللي هي الايه؟ الفرص يعني فرص are determined in accordance with the requirements of 661 يعني هنوصل ل 61 هيبقى في ايه؟ هنقدر هناك الريسك والاوبورتيونيتيز الشروط بتاعتها هتبقى ازاي؟ هتبان evaluate these processes and implement actions تقييم البروسيسز دي اللي هي الابراءات دي و implement اي تغييرات needed to ensure that these processes achieve the intended results واطبقها واطبق اي تغييرات محتاج لها علشان اؤكد ان ان البروسيسز هتحقق لي الاهداف المتوقعه او النتائج المتوقعه اللي انا ايه مطلوبه مني عشان للعميل. طيب قد ما السيستم اند اس بروسيسز to be extend to the extent necessary the organization shall هتعمل ايه بقى الايه؟ الاورجنايزيشن maintain documented information to support the operation of its processes لازم يبقى في documentation ده ال document control والفايلنج سيستم من اهم الامور اللي موجوده في اي مؤسسه او في اي مشروع لان اي كيس فيها مثلا كليم او كورت كيس او اي حاجه اي شغل في الدنيا بيخلص اذا كانش الدوكيومنتيشن بتاعه مظبوط عندك انت خسران اي كليم او خسران اي مطالبه او خسران اي حق اذا كانش عندك الدوكيومنتيشن بتاعك اللي بيسند الاوبريشن اللي هو العمليات بتاعت الاي بروسيس بتاعك retain documented information to have confidence that the processes are being carried out as planned يبقى الدوكيومنتيشن اللي عندي يعني انا عامل بلان عامل خطه الخطه دي معموله بشكل معين وبعدين ببتدي بنفذ التنفيذ ده بيبقى بريكوستات بسبيشال ريكوست باي طريقه او ب ب ب ب ب يعني ريكوستات واعمال يعني ريكوست ان انا عايز حاجه او ان انا ايه بقدم ايه سبميتلز يبقى لازم كل الدوكيومنتيشن ده يكون واضح ومحفوظ بشكل كويس في الفايلنج سيستم بتاعي وايه ودوكيومنتد مظبوط وعارف موجود فين واقول له ايه من اخره. طيب retain document information to have confidence that the processes are being carried out. الدوكيومنتيشن والانفورميشن ده لازم ابقى ايه يعني يوثق ويخليني واثق البروسيسز اتعملت كما هي مخططه. يعني بيبقى البروسيس او بروسيجرز له انبوت وله اوتبوت. اي بروسيجر دي هتبان بعد ان شاء الله اذا كان في نصيب مش عارف تتشرح. كل بروسيجر بيبقى معاه ايه؟ فورمز. الفورمز دي اللي بشتغل بيها بروسيجر. الفورمز دي بعد ما بتتنقل وبتتملى بقى وتتختم وتتشال وتتعمل سواء اتشالت يعني ايه؟ يا اما هارد كوبيز يا اما سوفت كوبيز دي اسمها ايه؟ اسمها مستند ما بقاش اسمها فورم. هو فورم هو لسه ما اتملاش انما اتملى بقى ودخل السيستم بقى اسمه ايه؟ دوكمنت. فاي حاجه لازم تعمل لها دوكيومنتيشن ان هي ايه؟ ان يبقى في ثقه ان البروسيس اللي عمل او البروسيدر اللي اتعمل اتنفذ كما هو مخطط. طيب هنا هندخل في ايه بقى؟ حاجه مهمه جدا الليدر شيب. انتوا فاكرين في الكيرف الاولاني خالص لما قلنا الليدر شيب في النص تحبوا نرجع له ولا ايه رايكم؟ برضه لا برضه انا هنرجع له برضه هنرجع للليدر تاني دي 40 شو الليدر شيب فين؟ اللي نمبر 5 اللي هنتكلم عليها دلوقتي رابطه ايه؟ رابطه كله ادي بلاننج رابطه بلاننج رابطه بلان زي ما قلنا دو تشيك اكت
اللي ما تستغناش عنه كل الخطوات دي ايه؟ الليدرشيب. الليدرشيب ماسكه كل الكلام من الاول لاخره اللي هي القياده. خلاص؟ ادي احنا قلنا ادي الفصل الرابع اهو الاورجنايزيشن كونتكست والنيدز اند اكسبكتيشن اوف ريليفنت انترست بارتي كنا بنشرحها دلوقتي اهو. دول بيدخلوا هنا في ايه؟ في الكاستمر ريكوايرمنتس. البلاننج هي اللي احنا ايه؟ هنتكلم عليه بعد الليدرشيب. الليدرشيب دي رقم خمسه هنتكلم عليها دلوقتي. معلش انا يعني ايه يعني رجعت تاني كلام عشان اللي ما شافهاش او هو اتعملت شرحت المره اللي فاتت بس برضه حبيت ان افكركم ان الليدرشيب دي بقى هي اللي ايه؟ اللي هتتكلم على الكلام ده كله الاخر. هنعمل الاجراءات بتاعت بلاننج اللي هي البلان وهنعمل ايه الدو اللي هي السبورت والاوبريشن بتاع في الفصل الثامن وعندنا التشيك اللي هي البرفورمانس ايفالويشن زي ما قلنا هنشوف الايه الديفرنس ما بين البلان which what was planned about what was done checking وبعدين ايه الامبروفمنت بقى اللي هو الايه acting ايه on the difference. تمام؟ طيب ال 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 اللي هي ال guiding او رابطه كل السيركل نفسها معاها. طيب in general top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by the top management لازم يظهر leadership وcommitment التزامه وقيادته طبقا لايه؟ للكواليتي مانجمنت سيستم. ما هي برضه مش بكيفه يعني هو ما يخترعش بقى قواعد ولا يقترح حاجه يقول لا ده في الليدر شيب والكوميتمنت هنا لها مواصفات ولها شروط هنبينها دلوقتي. على فكره الكلام ده كله اللي محطوط هنا ده انا مش ما كتبتوش ده انا باخده كما هو من المواصفه الاصليه عشان بس ما حدش يقول بقى ايه ده احنا يعني عاملين حاجه. لا انت لو نزلت لو عملت داونلود او بشكل او باخر او دخلت مكان لقيت فيه هذا الكلام سواء بالانجلش بالعربي بالفرنش باي لغه هتلاقي الكلام ده زي ما هو بالظبط. انا منزله بالانجلش وبنشرحه عشان اللي ايه اللي يدخل يبقى فاهم هو بيعمل ايه واقول ايه من اخره ايه. طب فالتوب مانجمنت شال ديمونستريت ليدرشيب اند كوميتمنت وذ ريسبكت تو ذا كواليتي سيستم. التوب الكيو اي كيو سي مانجر في اي مؤسسه او في اي مشروع او في اي حته بيراجع التوب مانجمنت ليدر شيب وكوميتمنت. خلي بالنا يعني ما يقدرش مثلا رئيس مجلس الاداره يعمل حاجه او مدير عام او حد في التوب مانجمنت يعمل حاجه غير مطابقه للكلام ده. الكيو اي كيو سي من حقه ان هو يبعت له ايه؟ نون كونفورمنس بوينت يعني خلاص يقدر يعمل هذا الكلام وما فيش خوف ما فيش بتاع لا يعني طبعا بيبقى في نوع من الدبلوماسيه ونوع من الكلام ده عشان ما يحصلش صراعات زي ما احنا بيحصل صراعات مع ناس كتير مش فاهمه يعني ايه كيو اي كيو سي ما بين الكيو اي كيو سي وما بين المانجمنت او ما بينها وبين الناس او الى اخره. لكن اي حاجه بينها لها اثكس ولها اخلاق ولها طريقه تصرف اللي هي تخلي الكلام مش صح والتصرف مش صح والعمل مش صح. طيب توب ماستر ديمونستريت ليدر شيب اند كوميتمنتس لازم التوب مانجمنت يبين ان هو بيعمل ليدر شيب وكوميتمنت متطابق مع ايه؟ مع الكواليتي مانجمنت سيستم مع الايزو 9001 2015 لازم يثبت بكررها افتكرتها كذا مره انه بيعمل الليدر شيب والالتزامات بتاعته طبقا لمواصفات الايزو 9001 2015. خلاص taking accountability for the effectiveness of quality management system. يعني هنا المساءلة عن الفعالية يعني taking accountability for the effectiveness of the quality management system. يعني هو هيبقى مسؤول عن الفعالية يبين ان هو مسؤول عن ايه الفعالية بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعه. Ensuring that the quality policy and quality objectives are established for the quality management system and are compatible with the context and strategic direction of the organization. Ensuring that the quality policy, يعني
to ensure يعني ايه يؤكد ان الكواليتي بوليسي والكواليتي اوبجكتيفز. الكواليتي بوليسي اللي هي سياسه الجوده والكواليتي اوبجكتيف واهداف الجوده are established انها اتعملت وتنفذت وتاسست كويس. دي الكواليتي مانجمنت سيستم اللي عنده في الشركه وار كومباتبل وذ كونتكست اند ستراتيجيك دايركشن اوف ذا اورجانيزيشن، وهي كومباتبل يعني متطابقه او متوافقه مع الكونتكست اللي هو السياق واستراتيجيك دايركشن بتاع الاورجانيزيشن. يعني لازم ان الكواليتي بوليسي الكواليتي اوبجكتس بتاعتي متطابقه مع الميشن والفيجن واستراتيجيك دايركشن بتاع الاورجانيزيشن. بيبقى في موجود كده صفحه موجوده دوكيمنت مكتوب عليه اتعهد رئيس مجلس اداره الشركه بعمل كذا وكذا وكذا والنظر ايزو قائم على كذا وكذا وكذا واهدافنا كذا وكذا وكذا. صفحه كده بتبقى متعلقه في كل مكان في الشركه بقى باين لكل واحد الميشن او الفيجن بتاعت الشركه ماشيه ازاي. فدي مسؤوليه طبعا ايه التوب مانجمنت. Ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization business processes. يؤكد الانتجريشن اللي هو التكامل ما بين او التداخل ما بين الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هي نظام الجوده نظام اداره الجوده شروط نظام اداره الجوده في المنظمه مع البيزنس بروسيسز. يعني البيزنس بروسيسز دي مش معموله كده هنلاقيها وهتلاقي بعد كده برضه لما بتقف التفاصيل بتاعت الايزو هتفضل بتعمل تشارت رابط ما بين كل بروسيسز وبعضها وبتعمل ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده بالاقسام بتعمل ده كله بيبقى في ماتريكس كده موجود. وان شاء الله اذا في عمر ونصيب نبقى ايه برضه ندخل فيها ونعملها. بس انت برضه اي حد وده زي ما بقول دي من اهم الموضوعات اللي موجوده في الـ في الـ في الموجود في لو انت عشان مانجر في اي حد او غير مانجر اي حد يعني الانسان اللي يدخل في اي مكان وعايز سيرتيفايد لازم عنده قدره هو ايه يدخل ويعرف الايه بروسيدرز مكانه فين مسؤولياته فين هياخد من مين ويدي لمين. عشان كده الموضوع ده اهم جدا جدا جدا. Ensure the integration of the quality management system requirements into organization business processes, promoting the use of process approach and risk-based thinking. Promoting يعني ايه مكافأة أو promotion اللي هو يعني ايه استخدام process approach اللي قلنا اللي هو process approach يعني اللي هو هنلاقي بعد كده بيبقى chart موجود وده في بروسيس ستارت وبعدين اعمل كذا ثم كذا ثم كذا في ستيتمنت تعمل كذا تعمل كذا. فالبروسيس ابروتش ده والريسك بيزد ثينكينج ان التفكير بتاعي يبقى ايه قائم على ايه على قياس المخاطر والتصرف في المخاطر واداره المخاطر ازاي. طيب ensuring that the resources needed for the quality management system are available. التاكيد على ان الريسورسز زي ما قلنا الفور ام المطلوبه للكواليتي مانجمنت سيستم ده افيلبل. ما اجيش ابص الاقي ايه مثلا ايه لا ما عندناش كمبيوتر يا باشمهندس ما عندناش كمبيوتر يا مش عارف فلان باشا لا ده احنا ما عندناش مش عارف ايه لا ده احنا ما عندناش عايز ورق عشان اعمل فايلات لا يعني مش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انت عندك نظام بيحدد لك انت تشتغل ازاي لازم تفكيرك. ما عندناش حد يعمل مثلا الدوكيومنتيشن ما عندناش حد يعمل فايلنج سيستم ما عندناش حد يعمل دوكيومنت كنترول لا الكلام ده كويس بيبقى موجود ومش صعب ولا حاجه مش صعب ومش غالي ومش مكلف ولا حاجه خالص. يعني الموضوع ابسط ما يكون واسهل ما يكون بس حد يكون واعي وفاهم واي انسان ممكن تعمل له تريننج ويخلي الكلام ده مظبوط والحاجات دي افيلبل. ان شاء الله باذن الله في خطواتنا اللي جايه احنا اتكلمنا على الدوكيمنت مانجمنت اوف دوكيمنت قلناها قبل كده هنتكلم على فايلنج سيستم بعد كده عشان يبقى واضح احنا ربطنا الاثنين ببعض والبعثين الموضوع سهل ومفيش اي حاجه خالص. communicating the importance of effective quality management and of conforming to the quality management system requirements. يبقى لازم ايه يبقى منشوره ان اهميه ال quality management effective وايه وconforming to the quality management system requirements اللي هي يعني ان الكواليتي مانجمنت سيستم اللي بيتنفذ عندي في المكان او في الاورجنايزيشن او في الشركه او في المشروع اللي هو ايه هام جدا وايه وطبقا للايه الكواليتي مانجمنت ريكويرمنتس اللي هو الايزو 9001 2015. لسه عند الليدر شيب بنقول ليدر شيب اند كوميتمنت
في الجنرال بقى وي دوت ماج مش سيلف ديموستريت ليدر شيب اند كواليتي ماج مش سيستم باي يعني احنا ماشيين مكملين يعني في نفس التايتلز دي ولسه في بقى دي كل دي الكوميتمنتس بتاعت ايه؟ بتاعت التوب مانجمنت سيلف ديموستريت ليدر شيب اند كوميتمنت ويثبت ذا كواليتي سيستم باي ايه؟ يعني التوب مانجمنت بيثبت ايه؟ يعني كل دي التوب مانجمنت هيثبتها لازم هيقولها هيعملها. Ensuring that the quality management system achieves its intended results. التأكيد على أن النظام إدارة الجودة بيحقق إيه الريزلتس المتوقعة أو المطلوبة خلاص أو المتوقعة يعني engaging directing and supporting persons to contribute to effectiveness of the quality management system. دخلنا هنا بقى الإيه البني آدمين البيرسونز يعني engaging اللي هو الارتباط ودايركتنج أو تجهيز أو يعني يبقى موجود ايه؟ supporting persons الناس اللي هتشتغل في هذا الكلام لازم يبقوا ايه؟ qualified ودايركتنج engaging ودايركتنج supporting ويكونوا مسنودين. مفيش حاجه اسمها كيو سيستم هيتنفذ وهيطبق في اي مكان الا لو كان supported بالتوب مانجمنت. لو التوب مانجمنت ما ساندوش اللهم ان يعني ايه؟ هيبقوا بتوع الكيو اكيو سي دول اعداء الناس في الموقع كله والناس هتفتكرهم ان هم اتمين وغلسين وبتوقفونا ليه وبتمنعونا ليه وليه طلعونا غلطانين ما هنعدي على الشارع. الكلام ده كله كلام مش صح لان انت ودي عن تجارب انا مش بتكلم كلام خيال ولا كلام ورق ولا كلام لا انت لو انت عندك في اي تو سي سيستم وتايت والعميل اقتنع بيك اقتنع انت ماشي صح بيرفكت والاستشاري اقتنع بيك مجرد ان يتقال وانا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده يعني انا في مشروع في شرم الشيخ كان عندنا بيكتل وكان عندنا يعني اعلى مستوى ديزاينرز فلان وقع خلاص اشتغلوا بيوفر لك وقت وبيوفر لك جهد في ثقه بس يا ويلك بقى لو غلطت غلطه واحده بقصد او من غير قصد يا ويلك. عشان كده لو ابتديت صح وحصل ثقه بينك وبين الكلاينت او الاستشاري او المالك ولازم تبقى يعني دقيق جدا وتبقى منضبط جدا ده هيوفر لك فلوس كتير جدا ما عندكش يبقى انت لان ده ما بنقول اخواننا برضه وكان بنقوله بنصرح عليه دايما ان الكي اي كيو سي والسيفتي ما هماش صرف على المشروع بس ان انفستمنت لان اقل مشكله في السيفتي هتدفع فيه في كيس واحده اكتر من اللي هتدفعه في كل المشروع لو انت اشتغلت صح من الاول. واحد مات واحد وقع دماغه حاجه واحد اتعور واحد دخل عمليات امس بص كتير بالعبيط في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكواليتي لو انت ما عملتش نظام كي اي كيو سي صح ومشيت صح وضمنت فضلك بتاعك صح حاجه بسيطه جدا اسمها الايه؟ كوست اوف باد كواليتي. لو انت بنيت حاجه مثلا غلط خلاص عشان تهدها لو طلعت غلط بقى خلاص لازم تتهد وتمشي تهدها او انت بنيتها ادي كوست هديتها ادي كوست ثانيه تنقل ادي كوست ثالثه تبنيها ثاني ادي كوست رابعه. يعني بتكلم على حاجه ايه يعني مفيده برضه قدام. فانت تخيل بقى في اي مجال او في خدمه حتى الخدمه لو بتعملها ومش مظبوطه بريد ما وصلش اي حاجه ما وصلش بيبقى في كوست اوف باد كواليتي بتبقى 3 تايمز او 4 تايمز لو انت عملت يعني ايه عملت كلام صح من الاول وانت التزمت بيه بالاول والعميل بتاعك بيثق فيك وبتكسب سمعه كويسه وبتبقى يعني ايه اللايف تايم بتاعك مستمر وماشي وبتعمل كونتينس امبروفمنت وبتبقى زي الفل. طيب انا برضه التوب مانجر مش انت مسيت كذا عشان ذا كواليتي مانجمنت سيستم اتشيفز انتند ريزلتس engaging direct and supporting persons to contribute to the effective of the quality system promoting improvement الامبروفمنت ده عايز بروموشن يعني انا دلوقتي كل الناس طبعا لازم انت في غلطه شائعه تحصل كتير يعني انت ممكن يقول لك ايه انا بعمل ايزو بعمل نظام والله طبعا نظام عندي كلها لا الناس اللي عندك لازم يحبوا النظام ويقتنعوا ان النظام معمول لمصلحتهم. النظام ده مش معمول كرقابه على حد او يطلع حد غلطان لا
ده نظام معمول عشان لما انت لو انت تعمل حاجه كويسه تبقى تجازى، تاخد يعني ايه مقابل. والجزاء مش لازم يبقى مثلا، ممكن يبقى حاجه ماديه، ممكن يبقى حاجه دي هيومن نيز، ما اعرفش، مش فاكر احنا اتكلمنا عليها ولا بتاع مصر والكلام ده من اول لاخره. يعني ممكن انا واحد يعني لو دوخته كده عملت له حفل صغير واديت له الشهاده كده صغيره وسقفت له، عنده بالدنيا بحالها. واحد تاني محتاج فلوس، يبقى انا برضه كاداره ابقى عارف ايه اللي ايه نوع البروموشن اللي انا اديه للي عمل تميز. فبروموتنج امبروفمنت، اي امبروفمنت في الزراعه يبقى بروموتد، يبقى ايه؟ يبقى يعني مكافأ يعني خلاص. supporting other relevant management rules to demonstrate their leadership as it applies to their area of responsibility. لازم اسند كل اللي هي التوب مانجمنت، اسند كل ايه؟ كل ال relevant top management rules و to demonstrate their leadership as it applies to their area of responsibility. يعني هو الليدرشيب ده مش خاصة برئيس مجلس الإدارة ولا بالمدير العام ولا برئيس القطاع، ده كل واحد في مكانه من اول رئيس العمال اللي تحت لغايه التوب مانجمنت، ده ليدر. وكل ما كان اسمه ليدر قائد احسن من اسمه مدير او ريس او الحاجات اللي هي يعني ايه بتوحي بالانا العليا، يعني ان انت يعني بقيت بقى مش عارف باشا ولا بقيت ايه ولا بقيت معلم ولا بقيت بقى. لو واحد بوابه عندك هتحط على عماره وفهمته بقى ان هو صاحب العماره وكان بيكون من اخره، خلاص بقى يعني شفنا حاجات من دي كتير يعني في افلام والى اخره في الطبيعه حتى. يعني فالمهم ان احنا زي ما قلنا لا حد محدد، ولو كلمنا قبل كده قلنا برضه حد يتغر لا بعلمه ولا بماله ولا بمركزه ولا بقوته ولا يتغر بحاجه. اسوء حاجه في الدنيا وانت بتقود اي مكان ان يحصل لك اي نوع من انواع الغرور. بالعكس، كل ما انت بتكبر كل ما بتبقى جسم اكتر، كل ما تبقى تعرف تتعامل مع الناس اكتر، تكسب المحبه، تقدر تكسب الحب، وهذا دي البيست واي انك تحقق النتائج. ولا باستبداد ولا بقرارات تعسفيه ولا انا الكبير ولا انا ما بغلطش ولا الكلام ده كله. هذا الكلام يؤدي الى مساوئ سيئه جدا. والله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الكواجي اللي قال كلمه زمان قوي، ورانا واحنا في ابتدائي، الاستبداد هو اصل كل فساد. وانا دايما برضه بقولها في لقاءاتنا عشان يعني ايه كل واحد فينا مشتغل مدير مشروع، اوعى يستبد، اسمع كلام كل الناس وخليك عادل وخليك فير، ما تبصش لحد يعني ما تجاملش حد على حساب الحق ولا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، ولا تيجي على حد عمل صح وتتهمه بحاجه غلط عشان ده قريب فلان ولا ابن عم فلان، تقول له لا، انت خليك بما يرضي الله واتقي الله في شغلك واتقي الله في حياتك ولا تغتر باي شيء. طيب قلنا سبورت اذر ليفل مانجمنت رولز، يعني لازم اسبورت كل المانجمنت ليفلز اللي عندي ان هم ايه يحققوا الليدر شيب والقياده في ايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاريا بتاعتهم. طيب هنا بقى ايه نوت ريفرنس تو بزنس ان ذيس انترناشونال ستاندرد كان بي انتربريتد broadly to mean those activities that are core to the purpose, to the purposes of the organization's existence, whether the organization is public, private, for profit or not for profit. ده اللي هو ايه؟ برود اللي هو ايه؟ دعم الادوار الاداريه لإيه؟ الأخرى ذات الصلة لإثبات قيادتها، أنا طبعا غير مسؤوليتها. الأعمال اللي هي اللي هنا بقى البيزنس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلام عندنا هنا دي عبارة عن إيه؟ اللي هي الأنشطة الأساسية لأغراض، أهو شوف هنا هو هنا إيه؟ core of the purpose of the organization existence. يعني وجود المنظمة مرتبط بالإيه؟ الأعمال أو الأنشطة الأساسية لاغراض وجودها. يعني ان انا اللي انا بنفذه ده لاغراض وجود المنظمه يعني اسباب وجود المنظمه ان هي ماشيه بهذا النظام واستمرار ماشي بهذا النظام. وممكن تاخد حاجه اترنال زي ما شفنا برضو في شركات كتير برضو في من بره مصر وفي ناس من مصر عاشوا كتير. المهم whether the organization is public حتى لو كانت المنظمه دي عامه
او برايفت او خاصه او فور بروفيت او منظمه هادفه للربح او ايه لا تهدف الربح. طيب بنتكلم بقى ايه على الكاستمر فوكس. الكاستمر فوكس اللي هو ايه؟ ده الهدف بقى، الهدف بتاع التارجت بتاع اي 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 امباك او اي شغلانه او اي اورجانيزيشن. انا ليا عميل عايز اعمل له ايه؟ اللي هو رضاء العميل. وهي الحقيقه احنا بقى لنا من امتى؟ من ال 2000 و اعتقد مش فاكر والله، كانت كام 2004 ولا هو ال 2000 بل يمكن كاستمر فوكس تتحط. يعني بقول لك ايه؟ انت دلوقتي يعني ايه مشروع نجح؟ نجح هدفه اللي هي ايه؟ كوست بتاعه ان تايم، التايم بتاعه ان تايم، الكواليتي بتاعته ان تايم، تايم وكوست وكواليتي، الثلاث حاجات دول المشروع ده انتهى وانتهى كويس. زاد على الكلام ده ايه بقى؟ اللي هو الكاستم ساتسفاكشن. ليه؟ لان ممكن اعمل هذا الكلام انما الكاستمر مش مبسوط، يعني برضه مش راضي. لما كل ما توصل لرضا العميل كل ما انت ايه؟ هتقدر ان انت يعني فاكتور هام جدا. عشان كده برضه طلعت كل الانواع الجديده من المانجمنت وكده. بس انت لازم تبقى الحاجات المانجمنت اللي هنتكلم عليها الكلام ده قوي فيها جدا. تطلع بعد كده على اللين بقى بروجكت مانجمنت، تطلع على الـ على الـ يعني انواع المانجمنت اللي هي الاعلى بقى شويه. خلاص الليدرشيب اند كوميتمنت في كاستمر ايه ساتسفاكشن، الالتزامات بتاعت الليدرشيب كاستمر فوكس. توب مانجمنت شال ديمونستريت leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined and received and consistently met. The customer applicable statutory اللي هي ايه؟ يا احنا فين؟ ان زي ما قلنا برضو هنا الـ 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 القانونيه والاجرائيه اللي هي المتطلبات القانونيه والتنظيميه. احنا قلنا ايه كان هتسمى بكلمه بس قانونيه، لكن هم برضو شغالين فيها بعدها على طول. يعني الكاستمر فوكس اشيك ذات هنا اهو الكاستمر ابليكابل ستيشنري اند ريجوليتوري ريكويرمنتس ار ديترمند، يعني محدده، يعني المتطلبات القانونيه والتنظيميه محدده مفهومه من الايه؟ من الناس كلها. يعني كل المتطلبات القانونيه والتنظيميه تبقى ايه؟ واضحه ومحققه. اهو understood and consistently met. The risks and risks and opportunities that can affect conformity of product and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and others. الريسك اللي هو الايه؟ اللي هو المخاطر. والاوبورتيونتيز اللي هي الايه الامتيازات او الاوبورتيونتيز اللي هي ايه اوبورتيونتيز اللي هي المكاسب، او احنا قلنا الصوت على الاوبورتيونتيز اللي هي الفرص. يعني الريسك المخاطر والفرص اللي هي اللي ممكن تحقق الكونفورميتي اوف برودكتس اند سيرفيسز، اللي بتحقق كونفورمي اللي بتحقق كويس البرودكت الانتاج او الخدمه، والابيلتي تو انهانس كاستم ساتسفاكشن، واللي عندها القدره ان هي تحسن او توضح الرضا العميل لازم تبقى محدده من الاول خالص وموجهه ومنتشره وواضحه. تبقى واضحه الكاستم ساتسفاكشن دي نقطه من اهم النقط الموجوده في اي بزنس دلوقتي. اذا ما اتحققتش البيزنس ده مش هيعيش كويس. The focus on enhancing customer satisfaction is maintained. التركيز على ابين الكاستمر ساتسفاكشن لازم تبقى ايه؟ محفوظه موجوده في الايه؟ في التنظيم بتاعك. طيب establishing the quality policy.
top management shall establish, implement and maintain a quality policy that. دي اللي بنقول عليها اللي هي ايه؟ تبقى صفحه كده موجوده اي تدخل اي شركه فيها ايزو 9001 من زمان يعني من اول 1992 لغايه 2015 بيبقى كواليتي بس سياسه الجوده واول صفحه دايما في الكواليتي ايه مانيوال. لازم يقول ايه بقى؟ implement and maintain quality policy that ايه؟ is appropriate to the purpose and context of the organization and support strategic direction. ان سياسه الشركه appropriate to the purpose يعني مناسبه وملائمه للهدف والسياق بتاع المنظمه وبتساند الايه؟ strategic direction لان strategic direction ده هو الهدف الاخير بتاع اي مؤسسه يعني اي مؤسسه النهارده بتشتغل في حاجه معينه النهارده بس انا استراتيجيك دايما مرتبطه بايه؟ بالامور اللي اكثر من 5 سنين. يعني في استراتيجيه لاي مكان لازم يكون في استراتيجيه. انا هشتغل لوكال، هشتغل انترناشونال، هشتغل في نوع معين، هشتغل في انواع معينه وهكذا. فالاستراتيجيك دايركشن لازم يكون ايه؟ لازم كواليتي بوليسي تبقى واضحه وتبقى ابروت للبربس والكونتكست بتاع المنظمه وبتساند ايه الاستراتيجي دايركشن بتاعها يعني ماشي في اتجاه استراتيجي معين لازم تبقى هي متوافقه معاها ومتطابقه معاها. Provides a framework for setting quality objectives. Provides بتوفر فريم ورك اطار للسيتنج كواليتي اوبجكتيفز دي ايه؟ لتثبيت او لتحقيق الاهداف الايه؟ الكواليتي. Includes a commitment to satisfy applicable requirements. بتشمل السياسة كل ده بنتكلم على إيه؟ على سياسة الجودة. موجودة إيه؟ يتعهد السيد الرئيس مجلس إدارة كذا 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 إن هو هيعمل كذا كذا وهتبقى كذا كذا وهنعمل كذا كذا وهنعمل كذا كذا. ده مش كلام وخلاص يعني مش كلام بيتكتب وخلاص عشان ناخد الشهادة، لا بيبقى كلام حقيقي ومنفذ فعلا. ويبقى إيه؟ satisfy applicable requirements. إن الالتزام بتحقيق الايه الاشتراطات المطبقه. Includes a commitment to continual improvement of the quality management system. برضه بيبقى موجود في النص بتاع ده عاده يعني هو مش هو مش كلام محفوظ هو لازم تكون معموله كده. الصياغه بقى انت كمؤسسه او انت كمنظمه او انت كمشروع او انت كشركه اكتب بقى ايه جوه الايه الحدود بتاعت اللي هي بتبين ان انت ان انت السياق بتاعك والاهداف بتاعتك مع الاستراتيجيك دايركشن يعني الكلام اللي انا عامله ده مطبق لها بدي اوتلاين او فريم ورك للكواليتي اوبجكتيفز كوميتمنت ساتسفاي الابليكابل ريكوايرمنتس وانكلود كوميتمنت للايه؟ كونتينوس امبروفمنت او كونتينوال تتقل يا كونتينوس امبروفمنت يا كونتينوال امبروفمنت تتقل اللفظي ان انت كواليتي مانجمنت سيستم ده مش حاجه جامده، لا ده بالعكس انت النهارده عملت ايزو تعمل بعد كده توتال كواليتي مانجمنت وانت عامل ايزو وبتجدد الايزو لكن تنافس توتال كواليتي مانجمنت. توتال كواليتي مانجمنت له قصص ثانيه بس مالوش شهاده في الناشونال بالديش الناشونال كواليتي اوورد مالكوم بالديش الناشونال كواليتي اوورد جائزه دوليه للتوتال كواليتي مانجمنت في يعني في كذا شركه توتال كواليتي مانجمنت كل حته عامله دبي عامله كل حته عامله شهادات معينه توتال كواليتي مانجمنت بس انت تحقق نفسك توتال كواليتي مانجمنت هتروح المانجمنت تخش على السكس سيجما بعد كده هتخش على الان السكس سيجما وده التوب اوف كواليتي سيستم. طيب نتكلم بس عن بوليسي كوميونيكيتنج ذا كواليتي بوليسي. ذا كواليتي بوليسي شال ايه بقى؟ كواليتي بوليسي بتاعتك بقى فيها ايه بقى ايه؟ بي افيلابل اند بي مينتيند از دوكيومنتد انفورميشن. دي موجوده ومحفوظه كدوكيمنت دوكيومنتد انفورميشن ده الناس كلها تبقى عارفه يعني ما بقاش اشتغل في شركه مش عارف الايه البوليسي بتاعتها ماشيه ازاي. يعني مش كل السياسه واحده لا في ناس بتبقى لها بوليسي مختلفه او بشكل معين لها استراتيجي مختلفه لها كاركتيرستكس مختلفه تبقى ايه واضحه يعني. بي كوميونيكيتد اندرستود اند ابلايد ويزن الاورجنايزيشن يعني الكواليتي بوليسي دي لازم تبقى ايه؟ منتشره كوميونيكيت او معروفه واندرستود مفهومه وابلايد جوه الاورجنايزيشن كلها من فوق لتحتها يعني مش ده مثلا على قد المديرين العليين او المتوسطين لغايه تحت خالص يعني لغايه كل يعني بقدر
البوليسي بتاعتك محطوطه بشكل براكتيكال وبشكل حلو وكونتينوس امبروفمنت معاك مع الناس كلها من تحت فوق وفيها عدل، دي اجمل نوع من انواع التطبيق السيستمز. وانا بكلم الكلام ده عن وقائع وعن تطبيقات فعليه وعن تطبيقات حقيقيه. الموضوع ما هوش ورقه انت تاخدها ولا ده انا عايزه بقى وبقى افتكرت ان انا مش عارف ايه واسقف واعمل واهلل، لا لا، ده سيستم. السيستم لو عملته صح هيمشيك صح وهتبقى صح وهتعيش صح وهتعمل كونتينوس امبروفمنت بعد كده، وتبقى تشتغل بقى بطول وقت المعاش بيشتغل بالسيجما واللين سيكس سيجما وكان بيعملها بي افيلبل تو ريليفنت انترستد بارتيز از ابروبريت. لازم يبقى موجود البوليسي، بوليسي تبقى واضحه ولكل الانترستد بارتي اللي هم ايه خاصين بيا، اللي هم كل الاطراف اللي هي يعني يسموها ستيك هولدرز بقى يسموها انترستد بارتيز، لازم يبقى ايه فاهمين هذا الـ هذه البوليسي وعارفينها وواعيينها وما بيتعاملوا معاك بالشكل. طيب نتكلم برضه على البوليسي، هنكمل احنا الايه الفايف دي بتاعت البوليسي، واعتقد طيب احنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام يا محمود؟ قول الساعة 9:30 و5. 9:30 و5 يا محمود. شمس محمود، شمس محمود، شمس محمود مشي ولا ايه ولا؟ طيب الناس موجودين في الشات، ايه الأخبار؟ ان شاء الله المادة العلمية بإذن الله تكون موجودة بإذن الله بإذن الله، ضروري ضروري وسهلة، سهلة الحصول عليها، سهلة قوي. مع كله ماشي كويس، انا ما ببصش على الشات، بحاول ان انا اخلص على قد ما اقدر تو ايفري وان. تمام، يعني مفيش اي طلبات حاجه، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. باشمهندس محمود رومانيا الله ينور. ايوه مع حضرتك يا دكتور. معايا؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. ايه الاخبار؟ دلوقتي انا يعني تعرف احنا كل مره بنعمل نفس الحكايه. الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 9:30 و5. الساعة 9:30 يا دكتور. احنا بادئين يعني 7:30 و5، 8:15 تقريبا، يعني دلوقتي بقى لنا ساعتين دلوقتي. مش كده؟ بادئين بالظبط 8:15 يا دكتور. اه. طيب بص احنا هنخلص الليدر شيب واعتقد يبقى احنا كده خلصنا لغاية الشابتر 5. هيبقى فاضل بعد كده عندنا ايه؟ 5 شابترز تانيين. اليوم تاني انا كنت اتوقع كده يعني ان شاء الله. فعشان كده اي حد عايزه يدخل على الكلام ده كله، انك تعمل داونلود للكلام ده ممكن، ان انا ابعت لكم الكلام ده بي دي اف مع الباشمهندس محمود وابعته لكم بشكل او باخر ممكن، يعني ايه موضوع افيلبل. وانا سعيد ان الناس اللي بتهتم بهذا الكلام وفعلا اللي حضر وحاول يركز ويعرف ان شاء الله يعني هيعرف ان هو تمكن يعني من يعني ايه وات السيستم ويعني ايه كواليتي حقيقه. خلاص طبعا في لسه حاجات كتير قدامنا، لكن ان شاء الله هتفرق كتير مع كل اللي ركز وكل اللي ايه اللي حضر معانا النهارده. وان شاء الله وباشمهندس محمود هتسمعك برضو تقطع الكلام ده بسرعه وتنزله لهم بسرعه، عشان لو حد برضو المحاضرات اللي فاتت اتقطعت بس ما عرفتش انفعها للاسف لسبب النت عندي كان وحش اليومين دول، بس ان شاء الله يعني بدايه من يوم 15 هيتجدد الباقه وهبدا ارفع الحاجات. لا انا بتكلم على الكواليتي بالذات، يعني الكواليتي بالذات يعني هبدأ اول حاجه هرفعها باذن الله. ارفعها بنفس الرقم ده اتفقنا، يعني دي الرقم بتاعه وارفعه حتى من ايه؟ اه لان دي يعني احنا اتكلمنا في ثلاث دي النهارده ثالث محاضره هنا في الكواليتي، خلي بالك ثالث محاضره. فاعتقد ان احنا هنحتاج 2 محاضرتين كمان او 3 عشان يبقى ايه برضه موضوع الكواليتي، لان هو من اهم الموضوعات في اداره في عند مدير المشروع يعني. فان شاء الله باذن الله واللي بنركز عليهم وان شاء الله واللي فاتوا حاجه يخش يعملها على النت، لو عاوز اي حاجه يطلبها بس وتحت امركم يعني.
طيب نكمل بقى البوليسي. كان في طلب دكتور على الماده العلميه، يعني لو حد، لو ينفع حد يعني، لو ينفع حضرتك يا دكتور توفر الماده العلميه كبي دي اف، يعني يبقى جزاكم الله خيرا يا دكتور. يعني في ناس طلبت الماده العلميه اكتر من مره. حاضر، ان شاء الله هبعت لكم 9000 واحد، هبعتها لك بي دي اف وانت وزعها عليهم. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. تحبوها من دلوقتي ولا بعد ما نخلص؟ بعد ما نخلص الشرح ايه نفضل ايه؟ طبعا هقول حضرتك ابعتها لي في اي وقت يا دكتور، وانا الناس على الجروبات. بس انا هقول لك على حاجه، اصل انا في مشكله بتحصل عندنا، ان انا لما ببقى معايا المواصفه خلاص ما ببصش بقى على المحاضره ولا ببص على الشرح ولا ببص على حاجه، فانا بقترح ان يبقى الكلام ده في الاخر. ليه؟ عشان استحضر وتسمع، لان الشرح تفرق كتير جدا. انا لو اخدت المواصفه معايا خلاص اقول ان هي عندي بقى، وابقى ارجع لها بعدين وابدا، وبيحصل انها بتقطع. انا بفضل نخلص يعني بعد المحاضره الجايه هنكون خلصنا ان شاء الله كل المواصفه، هبعتها لكم وده مش كلام، وعشان تضمنوا هبعتها لمحمود النهارده مثلا او بكره ولا حاجه، بس ما تمسكوش فيه وتقولوا له، لان يعني انا بقول لكم عشان ايه؟ المصلحه وعشان الحاجه الحقيقيه، لان اي واحد بيبقى عنده الريفرنس بيكسر ان هو يعني ايه يحضر بقى او يسمع، ويعتقد ان هو كده يعني ايه هتنفعه حتى كفيله. فخلينا ايه ابعتها للمهندس، ابعتها ان شاء الله محمود النهارده او بكره او بعد يعني في اليومين دول، بس انت ما تبعتهاش بقى الا ايه بعد المحاضره الجايه. ماشي يا استاذ محمود؟ ليه بقى؟ في طلب يا دكتور برضه، معلش وامور في طلب يا دكتور معلش، هل ينفع يبقى كل محاضره لوحدها؟ يعني لو مثلا يبقى كل محاضره مش شرط كل المحاضرات مره واحده، كل ماده العلميه بتاعت المحاضره بتاعت النهارده ترفع كده يعني. ارفعها بالعكس، ارفعها. لا يا استاذ محمود، انا عايزك ترفع الكواليتي كلها. ليه؟ لان عشان الناس تبص عليها، عشان تبقى جاهزه للمحاضره اللي جايه. انت فاهمني ازاي؟ تمام. يعني راجعها تاني، حتى لو حضرها راجعها تاني، الموضوع فيري انترستنج، مش قصه شهاده ولا قصه لا. يبقى فاهم اللي بيفهم يعني ايه كواليتي، الفارق ما بين الدول وبعضها هي الكواليتي، الفارق ما بين اليابان وما بين اي بلد تانية في العالم الكواليتي. اليابان اشتغلت في الكواليتي مع ديمينج من الاربعينات، سنه 50 طلعوا ديمينج كواليتي من اليابان. قعدت امريكا 30 سنه من سنه 50 بعد ما ديمينج عمل ديمينج، لغايه ما قدرا كده سنه وعنده 80 سنه ديمينج في حديث مع محطه تلفزيونيه قال لهم if Japan has done يبقى the US can do it. على طول كواليتي مانجمنت وبداوا يطبقوا كواليتي، ومن ايامها بقى والدنيا بدات تصطلح في الستيتس. انما فرق كبير جدا اللي اكتشفناه برضه، فضحت نفسها الصين يعني موضوع كورونا ده، فعرف الناس كلها ان الصين ماشيه بليفل في الكواليتي غير عادي، سواء كانت في السيستمز او في اي حاجه. فهو ده الفارق الحضاري بين اي دوله والثانيه. خلي بالك، عشان كده بقول لكم على حاجه، اهتموا بالمحاضرات كده. انا بترجاك يا محمود ان انت ايه يا باشمهندس محمود، انك تخلصها وتنزلها، عشان لو في حد ما حضرش يحضرها، يحضرهم، يحضر المحاضرتين اللي فاتوا وكلهم 6 ساعات، يعني ممكن كل نص على ساعه او تشوف تنزلهم امتى، او لو حد عايز جديد عايز يبص عليهم ويحضر معانا المحاضرتين اللي جايين. ماشي يا باشمهندس محمود؟ تمام يا دكتور، تمام. طيب والاسبوع ده ريدي ريدي ريدي، لازم نكون في ايديكم يعني. هبعت لكم ال 9001 2015، وان شاء الله يعني تستفيدوا بيها. بس هو حضور المحاضره مهم جدا، السماع مهم جدا، التدقيق مهم جدا، كل كلمه عايزه تبص عليها مهمه جدا. نتكلم بقى، نكمل على البوليسي. احنا قربنا، مش كلام كبير الفضل. الاورجنايزيشن رولز ريسبونسبيلتيز اند اوثورتيز، اللي هي الرولز، الادوار بتاعت التنظيم او اللجنه التنظيمي، والريسبونسبيلتيز والاوثورتيز. ريسبونسبيلتيز هي المسؤوليات، والاوثورتيز اللي هي الايه؟ السلطات. دول الجناحين بتوع اي نجاح. لو واحده منهم مش موجوده او مش واضحه او مش قويه، يبقى ايه؟ يبقى مش، يبقى النجاح صعب يعني. توب مانجمنت شال ايشوز ذات ريسبونسبيلتيز اند اوثورتيز فور ريليفنت رولز ار اساين.
communicated and understood within the organization. كل واحد في اي مؤسسه عارف مسؤولياته ايه وعارف حدوده ايه. انا ببتدي من النقطه دي بالنقطه دي وبنتهي عند النقطه دي. قبل مني واحد واحد حد واخد واخد انا خدت منه حاجه وبعد مني واحد انا خدت منه حاجه. احنا فين؟ احنا هنا كده صح؟ طيب top management ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are assigned, communicated and understood within the organization. لازم يعني في حاجه اسمها ايه؟ بتدخل اي شركه وفي ايزو تعمل لك تريننج اللي هو اندكشن كورس من اول يوم بيبينوا لك الاوفيس شارت بيبينوا لك انت هتكون موظف فين حدودك ايه البروسيجرز اللي معاك ايه. تاني يوم تالت يوم تقول امتى بتنتج كانك شغال في شركه بقالك سنه زي القديم. والسيستمز برضو عشان اصحاب الشركات برضو دي حاجه برضو هم مش عارفينها ان ال 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 الايزو سيستم ده او اي سيستم موجود في الشركه ده لمصلحه صاحب الشركه والمصلحه ملك الشركه ومصلحه حياه الشركه نفسها ومصلحه الانتاج. ان اللي بيجي بنتك ثاني يوم بيشتغل ثاني يوم ما 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 مش يقعد بقى شهر عشان يتعرف ويعرف ولا فين ولا فين. لا وعنده اجازه شارت وعنده اجازه شارت عموما بحط عليها الصوره برضه يبقى انا عارف ده رئيس مجلس الاداره اهو النائب بتاعه اهو ده مدير المكتب ده المكتب الفني ده بتاعه بيجي اجازه شارت بحط في الصوره بالاسم بالمسؤوليات بتاعته يبقى اي كل الناس تبقى عارفه وده بيبقى موجود في الكواليتي مانيوال بتاع الشركه. يبقى كل واحد يدخل الشركه يعمل تعمل له اندكشن كورس تعمل له واحد الكواليتي سيستم وواحد الايه سيفت سيستم ويدخل يشتغل في مشروع بقى في اي حته اللي هم ثلاث اربع ساعات بيكون الاندكشن كورس دي بتضمن ان كل واحد بيشتغل بشكل علمي وبيشتغل في نظام ما يخرجش ميه زي ما بيقولوا وبينتج في ثاني يوم على طول. طيب توب مانجمنت شال ايشوز ذات ريسبونسبيلتيز اند اوثورتيز فور ريليفنت رولز ار اسايند كوميونيكيتد اند اندرستود ذا اورجانيزيشن مفهومه جوه التنظيم كله من اول لاخر. Top management shall assign the responsibility and authority for top management بقى هتassign responsibility هتحدد المسؤوليات والايه وال 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 وال, وال... هنقول الاثوريتيز اللي هي السلطات لمين بقى؟ لايه بقى؟ ensuring that the quality management system conforms to the requirements of this international standard. هنؤكد ان الكواليتي مانجمنت سيستم اللي احنا عاملينه وشغالين عليه متطابق مع شروط الستاندر اللي هي الايزو سيستم مع ايه؟ مع مع الـ مع مواصفات الايزو. مع مواصفة الايزو لازم بنشوف هذا الكلام. Assume that the processes are delivering their intended outputs. احنا كل واحد بقى ايه كذا processes احنا بنسميه procedures. الشباب اللي قدنا اللي بيشتغلوا في الموضوع ده بقى لهم مثلا 30 40 سنه بنسميه ايه؟ procedures. ايه processes؟ خلاص البروسيدرز اجراءات والبروسيدرز عمليات. طيب يشير ذات ذا بروسيسز ار ديليفري ذير انترنال اوتبوت. التاكيد على ان كل بروسيس بيطلع ايه؟ الاوتبوت المتوقع منه. لان اي بروسيس بياخد انبوت سواء من بروسيس قبله او من اي حاجه وبيتعمل عليه عمليات زي ما شرحنا في اول البرزنتيشن ده بيطلع منه اوتبوت. يبقى ايه؟ لازم نكون متاكدين البروسيس ده بيدي الاوتبوت المتوقع منه، متوقع ان هو يطلع منتج بشكل معين او بيطلع اخراج بشكل معين او 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 داتا بشكل معين او اي حاجه. يبقى انا ايه؟ ده لازم نتاكد ان الاوتبوت طلع طبقا للايه؟ للشغل اللي اتعمل. Reporting on the performance of the quality system and on opportunities for improvement. العشره اللي هي بتاعت الايه كونتينوس امبروفمنت او الكونتينوال امبروفمنت. لازم البرفورمنس بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم والاوبورتيونيتيز اللي هي الايه اللي هي الايه احنا قلنا الاوبورتيونيتيز اللي هي مش فايد. طيب للامبروفمنت يبقى انا ايه هنتكلم على الفصل العاشر هنلاقي فيه ايه ازاي بعمل كونتينوال او الكونتينوس امبروفمنت. اسمعها كده هما الاثنين واحد. In particular, to top management, ensuring the promotion of customer focus throughout the organization. لازم يبقى واضح
وبروموتد ومشروح وواضح بتاع الكاستم ساتسفاكشن ده، ان الكاستمر فوكس، يعني ان احنا كلنا بنشتغل عشان ايه؟ عشان الكاستمر. خلاص؟ نخلي بالنا في نقطه مهمه جدا، مهمه جدا، نخلي بالنا منها، خلي بالنا اسمعها كويس. في تو تايبس اوف كاستمرز. خلاص؟ في الكاستمر الاكسترنال كاستمر هو اخر كاستمر اللي هو بياخد مني المنتج النهائي. معايا؟ طيب في انترنال كاستمر اللي هو ايه؟ انا هتكلم على ايه؟ على حاجه ايه؟ في الكونستراكشن هو اقرب حاجه. انا كمكتب فني بيديني مثلا ديزاين دروينجز، بيديني الكونتراكت كان بيقول اخو ببتدي بطلع ايه؟ بطلع حصر، بطلع رسومات، طب شوب دروينجز، بطلع كان بيقول اخر. فايه المكتب الفني هنا اخذ الحاجات بتاعت العقد وخلافه وطلع ايه برودكت. البرودكت طلعها هيديه للكاستمر، ورا مين الكاستمر اللي وراه؟ عنده كذا كاستمر، عنده الكيو اي كيو سي عشان تطبق الكلام ده وتشوفه بتاكد عليه ان هو اه ولا لا. انما الكاستمر بقى اللي هياخد الكلام ده ينفذه اون سايت، مين؟ اللي هو الكونستراكشن ديبارتمنت. الكونستراكشن ديبارتمنت هياخد، يبقى الكونستراكشن ديبارتمنت ده الكاستمر بتاع التكنيكال اوفيس، هياخد منه الرسومات، هياخد منه التفصيليه، هياخد منه انسبكشن اند تيست بلان، هياخد منه كل حاجه عشان هو ايه ياخدها. طيب الكونستراكشن بقى هيطلع ايه؟ هيطلع البرودكت بقى، هيطلع خرسانات ومباني و و و الى اخره، يشتغل لغايه الاخر هيطلع الايه؟ البرودكت اللي هو ايه؟ المبنى بتاعه مثلا. خلاص؟ بعد كده ممكن لو انت مقاول بتاع خرسانات مثلا ومباني، هيطلع المنتج بتاعه ايه؟ هيكل خرساني ومباني. مين بقى الكاستمر بتاعه؟ اللي هو بتاع التشطيبات او بتاع الالكتروميكانيكال. الالكتروميكانيكال ده هيبقى ايه؟ انترنال كاستمر بتاع ايه؟ اللي هياخد من النتائج بتاع المقاول بتاع الخرسانات والمباني، هيبقى هو الايه؟ الانترنال كاستمر بتاعه. في الاخر لما يخلص ويشطب هيبقى له مثلا انترنال كاستمر تاني اللي هو ايه؟ بتاع التشطيبات النهائيه بقى والتفليش والكلام ده من الاول لاخر. في الاخر خلص ده كله بيروح للايه؟ للكاستمر اللي هو صاحب المبنى او صاحب المشروع. معلش انا هشبهه بس بالكونستراكشن، لان غالبيه اللي موجود طبعا بتوع مباني وبتوع كونستراكشن وكده يبقوا فاهمين يعني ايه انترنال كاستمر يعني ايه اكسترنال كاستمر. طيب are delivering their intended output reporting on the performance of the quality management. هنا في reporting طبقا لايه؟ هيبقى لل 10 واحد اللي هو بتاع continual improvement, ensuring the promotion of customer focus towards the organization, ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when the changes to the quality management system are planned and implemented. ان ضمان الحفاظ على سلامه النظام، يعني محافظ على سلامه نظام اداره الجوده عند التخطيط وتنفيذ التغييرات في نظام اداره الجوده. يعني دايما احنا ربنا ما خلقش حاجه ثابته. يعني اي سيستم معمول، يعني ما اجيش اقول ايه ده انا ماشي مش عارف ايه انا الاجراء بيقول كذا 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 كذا، لا احنا ممكن احنا بنشتغل في حته معينه وحته مخصوصه او الى اخره. في سبيشال كيس انا اغير في الاجراء، هو قران واحد اللي ما اتغيرش، انما اجراء ممكن اغيره. لكن في نفس الوقت اي تغيير في المانجمنت سيستم، في جوه المانجمنت سيستم موجود ممكن تعمل اي تغيير. بس انت كواحد اشتغلت حصل عندك مثلا مشاكل في حته معينه تيجي تشغيل او اتباع البروسيدرز القديمه او البروسيسز القديمه، بقول والله كذا 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 وانا اي ريكومند مثلا كذا كذا كذا، واقدم طلب لمين؟ للكيو اي كيو سي مانجر. الكيو اي كيو سي مانجر بياخد هذا الكلام ويراجعه ويعمله ويعملوا كومبايليشن مع بقيه السيستم كله من اول لاخره، ويقعد بقى يفكر ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. هو فاليد ماشي، هو فيها حاجات عنده ملاحظات، يعني طبعا هو اللي بيعمل اي بروبوزل بهذا الشكل ممكن يبقى مبقاش على درايه بالكاستمرز بتوعه بعد كده، لو مش بدرايه بالبروسيدرز اللي قبله اللي بياخد منها هو الانبوت بتاعه. فالكيو اي كيو سي مانجر عشان تعرفوا مدى اهميته ايه، بياخد البروبوزل بتاع اي حد عايز يغير ويغير هذا الكلام ويربطه بالايه؟ بالبروسيدرز اللي كانت قبل او بعد اللي موجود فيه. هنا احنا وصلنا لنقطه ايه؟ البلاننج.
عندكم نفس نكمل ولا ايه رايكم؟ استاذ محمود، استاذ محمود احنا ممكن نعمل في خمس سلايدز كمان نعملهم بتوع بلاننج، ولا الناس تعبت؟ احنا خلصنا ليدرشيب كده، البلاننج دول خمسه سلايدز، هنعملهم ولا ناجلهم المره الجايه؟ اعمل لنا كده تصويت، شوف كده الناس ايه. ما فيش مشكله، يعني لو حابين نكمل ممكن نعمل رمز الاوكي في الرياكشنز، لو مش حابين يعني او مثلا او يس مثلا، واللي مش حابب يكمل يعمل نو. انا هقول لك على حاجه. انا التعليقات يا باشمهندسين يعني زي ما يعني. يا حبيبي لا يعني لو حضراتكم تكتبوا في التعليقات مفيش مشكله، يعني زي ما تحبوا يعني. طب هقول لكم على حاجه، هنخلص الايه البلاننج، دول هما خمسه سلايدز ان شاء الله سهلين يعني مش صعبين ولا حاجه، عشان بس خلصنا برضو ايه يعني جود بارت، يبقى هنفضل لنا فصل سبعه وثمانيه، هو ده سبعه وثمانيه وتسعه عشر اربع فصول. طيب لا يبقى هنعمل بلاننج، نعمل بلاننج برضو عشان برضو المره الجايه نحاول نخلص المره الجايه ان شاء الله. اتس اوكي، معلش انا عارف ان هو تقيل، خلي بالك الكلام ده انا يعني ايه معجب جدا بالناس اللي قعدت واستمرت، الكلام ده ما هوش بسيط، خلي بالك ده 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 يعني ده انترناشونال نورمز، يعني انترناشونال سيستم، ومش سهل وفهمه ما هوش سهل برضه، نفس الطريقه الناس اللي ما اشتغلتش بالسيستمز قبل كده او بيعوز او الى اخره، وبنصح ان احنا برضه نخش تاني، عشان كده ترجيت مهندس محمود هو اللي نزله، وبصوا عليه واسمعوه مره واثنين وثلاثه واستوعبوه، ده من اهم الموضوعات اللي هي يعني فاهمين ازاي؟ وخلي بالك. طيب هنتكلم على الفصل السادس. تلاقي يا محمود؟ باشمهندس حضرتك هتكمل يا دكتور؟ هنكمل في خمسه سلايدز كده نخلص البلان، يبقى احنا كده يبقى 6 شابترز او تمام مفيش مشكلة يا دكتور، فاضل لنا اربعه. انا بعمل كده بس انا بعمل كده عشان ايه يبقى فاضل لنا لقاء واحد نخلص فيه الايه الايزو سيستم، فاهم ازاي؟ وبعد كده انا في جزئين تانيين في الكواليتي هنشوفه عشان ايه يبقى خلصنا يعني. طب البلاننج اول حاجه ايه؟ الاكشنز تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتيز، هنا ايه ازاي بقى ايه ادريس الريسك والاوبورتيونيتيز، الريسك اللي هي الايه اللي هو قلنا اللي هي المخاطر، والاوبورتيونيتيز اللي هي الايه الفرص، صح كده؟ الاوبورتيونيتيز اللي هي الفرص، صح كويس انا عرفت اهو. طيب when planning for the quality management system the organization shall consider the issues referred to in 4.1 and the requirements referred to in 4.2 and determine the risks and opportunities that need be addressed. يعني من الفصل الرابع اللي هو اول فصل في الكلام بتاعنا اللي فيه ال organization perspectives وكلامكم الاول اخره، هنحدد منه ايه بقى؟ give assurance that the quality management system can achieve its intended results. يعني من الفصل هو 4.1 و4.2 بحدد الريسك، اعمل ريسك ريسك اناليسيس بقى وكلام من اخره، والايه واحلل الفرص بتاعتنا زي في السوات اناليسيس اللي هو ايه سترينث وسوات والويكنس والاوبورتونيتيز والثريت اللي هي بالايه في اللي هي الاناليسيس بتاعت السوات اناليسيس بتاعت الاستراتيجيك مانجمنت. فايه من الفصل الرابع ده اللي في 4.1 و 4.2 هنحدد ايه؟ جيب اشورنس ذا كواليتي مانجمنت سيستم كان اتشيف اتس انترنال ريزلت، يبقى هنعمل اشورنس هنتاكد ان الكواليتي مانجمنت سيستم اللي معمول هيقدر يحقق ايه النتائج بتاعته. انهانس ديزيرابل افكتس، يعني انهانس يعني نبين الافكتس اللي هي الكويسه المطلوبه. بريفنت اور ريديوس انزيرابل افكتس، لو طلع لي نتائج مش مطلوبه
او مش حلوه اقدر اعمل لها اقدر امنعها او اقدر اقللها الانزيربل افكتس، يعني ممكن يحصل تاثيرات مش مطلوبه او مش حلوه، اعمل ايه؟ اعملها بريفنشن او اقللها او اشيلها. اتشيف امبروفمنت، احقق ايه؟ امبروفمنت اللي هو التحسين. ماشي الحال؟ فدي الاكشنز ايه؟ ريسك اند اوبورتيونيتيز. ماشي؟ دي اول حاجه. سيكس وان تو ريجستر شارب بلان برضه ايه؟ اكشنز تو ادريس ذا ريسك اند اوبورتيونيتيز. هاو تو؟ يعني هنا كل ده برضه ايه؟ الاوبشن شارب بلان. طيب اكشن تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتيز، انتجريت اند امبلمنت ذا اكشنز انتو اتس كواليتي مانجمنت سيستم بروسيسز. انتجريت يعني ايه؟ تجميع او يعني الم الحاجات على بعضها يعني، وامبلمنت الاكشنز واحقق كل الاكشنز، كل الاجراءات او الـ او الـ او الاكشن هو الفعل يعني، انتو اتس كواليتي مانجمنت سيستم بروسيسز. بقالي كون ده بقى ايه؟ هيبقى ايه؟ كواليتي مانجمنت بروسيسز اللي موجوده في ايه؟ 4-4. Evaluate the effectiveness of these actions. بقيم تاثير هذه الايه؟ الاكشنز اللي هي سواء اسمها تسموها اجراءات يا كذا ترجمه، بس هي اجراء او ايه؟ او فعل يعني. Actions taken to address risks and opportunities shall be proportionate to the potential impact on the conformity of products and the services. الاكشنز تيكن الاجراءات او الاجراءات اللي بتتاخد تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتيز، ان انا يعني احدد الريسك والريسك اللي هي المخاطر والاوبورتيونيتيز اللي هي هنقول لها اوبورتيونيتيز ايه؟ خليكم صاحيين معايا بقى في ال 10 دقايق اللي فاضلين دول، اللي هي الاوبورتيونيتيز اللي هي الايه؟ shall be proportion to the potential impact of fund of product and service. بعتذر يا دكتور، عملت حالات ميوت غصب. لا معلش 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 ما يهمكش. proportion to the potential impact of conformity of products and services. ان انا كل الريسك اوبورتيونز اللي عندي بقى ايه؟ باكد ان هي الامباكت بتاعها على البرودكت سيرفيس كويس يعني، تبقى خلاص. النوت 1 اوبشنز تو ادريس ريسك كان انكلود افويدنج ريسكس، يعني اتعامل مع الريسك ازاي؟ مع المخاطر ازاي؟ ممكن ابقى افويدنج الريسك ان انا ايه؟ اجنبه بقى او ابعده. او تيكينج ريسك ان اوردر تو بيرسيو ان اوبورتيونيتي، اخد الريسك ده واحوله لاوبورتيونيتي. ممكن احول الريسك يعني الريسك ده يا اما بوزيتيف او نيجاتيف. لو انا شاطر اخلي الايه؟ الريسك بتاعي يبقى بدل ما هو كان عم بيسبب لي حاجه وحشه اخليه يسبب لي حاجه كويسه. Eliminating the risk source، الغي مصدر الريسك نفسه، مصدر الـ يعني. هو في ناس بتتكلم عن الريسك ده على انه رزق اصلا، انما هو ريسك يعني احتمال يعني. بل ايه؟ ان انا الغي الريسك اللي هو طبعا اللي هو حاجه وحشه. Changing the likelihood or consequences، اغير النتائج بتاعته او الحاجات بتاعته. شيرنج ذا ريسك، شيرنج ريسك دي بتيجي بايه؟ بان انا بعمل تامين على الحته دي عاده يعني. الستبس بتاعت الريسك دي بتبقى موجوده في ريسك اناليسيس. اللي يدرس ريسك اناليسيس اذا كان في نصيب وعملنا يعني عليه دراسه او برزنتيشن حاجه هيبان ان كل دي خطوات يعني هاو تو ايه؟ هاو تو مانج ذا ريسك يعني بنوصله لايه؟ وريتينج ريسك باي انفورم ديسيجن، او ان انا هاخد الريسك وهعرف اتعامل معاه ازاي لما لو جاني يعني. فدي دي الستبس بتاعت ايه؟ بس هم واخدينها هنا الحقيقه بشكل كويس. دي النتائج بتاعت ايه؟ اي ريسك اناليسيس يعني، يا اما بشيله يا اما بقلله يا اما بحول ريسك كويس، يا اما بعمل له ايه؟ شيرنج الريسك، ان انا بعديه بشكل تامين وتعمله لي لو حصل يبقى انا بتعوضني بكذا. كل دي ايه؟ لها ديتيلز يعني ايه؟ في ريسك مانجمنت. اوبورتيونيتيز can lead to the adoption of new practices. Launching new products, opening new markets, addressing new customers, building partnership,
using new technology and other desirable and viable possibilities to either organization or its customers need. Opportunities بقى اللي هي الايه؟ احنا قلنا opportunities اللي هي ايه؟ معايا محمود opportunities اللي هي الايه؟ الفرص. الفرص. الفرص دي ممكن تقودني لان انا اعمل new practices، ان انا ممكن اخترع حاجه، ممكن ابقى اعمل طريقه جديده للشغل، اعمل منتجات جديده. يعني ان انا الاوبورتيونز اللي معايا دي تشجعني ان انا اصلح، افتح نيو ماركتس، اجيب نيو كاستمرز، ابيلد بارتنرشيب. ممكن يبقى ما عندي حاجه معينه مثلا، ابيلد بارتنرشيب مع شركه ثانيه، اعمل وحده انتاجيه ثانيه او الى اخره. يوزنج نيو تكنولوجي، ابص استخدم مثلا تكنولوجي جديده. يعني احنا زمان كان الكمبيوتر ما كانش طلعت، احنا دخلنا الكمبيوتر ده، احنا يعني اول ما جينا الكمبيوتر في الشركات اللي كنا فيها كانوا بيتخانقوا معانا، مش عايزين كمبيوتر. دلوقتي كل حاجه خلاص. فايه الاوبورتيونز دايما بت ايه بت بت بتدي بتدافع لان الواحد يصلح سواء الميثودولوجيز او يصلح البيزنس او ايه يصلح الايه النيدز، يعني كاستم نيدز تبقى تصلحها يعني. طيب the organization shall establish quality objectives at relevant functions level and proceed needed the quality management system. The quality objectives shall the quality objective هنا هتبقى ايه بقى؟ الاهداف الكواليتي هنا ايه؟ be consistent with the quality policy، اني ابقى يعني متناسق او متجاوب او يعني consistent، يعني متفق معاه تماما، مطابق له، يعني انا مع quality policy، ماشي مع quality policy. بي ميجرابل، دي مهمه جدا. الكوانت اوبجكتيف ايه؟ لازم تقاس. انا ماي كي بيرفورمانس انديكيتورز دي حلاوتها في كده بقى، انا بقيس انا اللي انا نفذته وحققته ده قد ايه من اللي كان المفروض يتعمل. قياسه هل هو 1 ولا 1.1 ولا 1.2 ولا 1.3 ولا اقل من كده؟ او لو انا حطيت مثلا خمسه الماكسيم، انا ثلاثه او اربعه او خمسه من يعني يبقى لازم يكون ايه مقاس. لازم you cannot manage what you cannot measure، ما تقدرش تدير حاجه انت مش عارف تقيسها. طيب take into account applicable requirements. لازم ناخد نحط في الاعتبار في الحسبان الاشتراطات اللي نطبقها دي relevant to conformity of products and services and to enhancement of customer satisfaction. لازم ابقى يعني اوكوران، يعني زي ما بيقولوا الفرنساويين، يعني فاهم كويس قوي ان conformity product or service مع enhanced customer satisfaction. البرودكت بتاعتي المنتجات والخدمات اللي انا بقدمها متطابقه وايه وطبقا لايه؟ للكاستمر ساتسفاكشن، لرضا العميل. دي مونيتورد، افتكر ده من المونيتور، يبقى دي مونيتورد، ان انا لازم تبقى مراقبه، يعني كل البروسيس بتاع عندي يبقى مراقبه، كل خطوه تبقى مراقبه. بي كوميونيكيتد، يبقى ايه كوميونيكيشن تبقى واضحه الناس كلها عارفه. يعني حد بيستلم حد حاجه جوه البروسيس، عندي اوتبوت جاي من حد داخل الانبوت حته ثانيه. بي ابديتد از ابروبريت، في حاجات بتبقى ابديتد كل يوم. يعني انا بعمل تقرير النهارده مثلا، في التقرير بتاع بكره، التقرير بتاع بكره ده ابديت للايه؟ للنهارده. انا النهارده نفذت مثلا 100 متر خرسانه، بكره هيبقوا 200، بعد بكره هيبقى 300. انا النهارده خلاص كذا، يبقى بكره هيبقى كذا، بعده هيبقى كذا. يبقى ايه ابديتد كل يوم؟ ابديتد سواء فاليو سواء كواليتي. حصل عندي مشاكل في كواليتي النهارده، وعندي كيسز، وعندي حاجه في السيفتي، يبقى انا ايه بابديت حاجه عايز تتصلح، بابديت انها اتصلحت وهكذا. فده بيبقى ايه مشبوط وموجود في الايه في الريبورتس، يعني سواء ريبورت فانكشنال او ايه او ديلي ريبورت. الاورجانيزيشن شال مينتين دوكيومنت انفورميشن اند كواليتي اوبجكتيفز. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن لازم في documented information on the quality objectives. كل الأوبجيكتيف بتاعت الكواليتي، كل أهداف بتاعت الكواليتي، كل الشغل بتاع الكواليتي لازم يبقى fully documented، لازم يبقى fully documented. وانفورميشن واضحة، وستاتستكس واضحة، واللي بيعمل الكواليتي ريبورت في آخر كل أسبوع بيبقى يعني إيه معلم، يعني درس statistics كويس، ودرس management كويس، ودرس كويس، يعني ومعلمين، يعني
شغالين وشغالين باساس علمي عملي وبيبقى زي الفل يعني. خلاص. What objectives and planning to achieve them? When planning, how to achieve its quality objectives, organization shall determine برضه. About when planning, ان انا ازاي انفذ اهداف بتاعتي, الاورجانيزيشن لازم تحدد ايه بقى؟ What will be done؟ انا هعمل ايه؟ يعني انا عايز انفذ objectives. خلاص؟ عندي اهداف وبخطط لها. طيب عشان بقى ايه اقول احقق الحاجات دي ازاي, لازم يبقى حد احقق ايه بالقياس. انا هعمل ايه؟ What will be done؟ What resources will be required؟ انا عايز انفذ حاجه معينه بكواليتي معينه بكوانتم معينه في تايم معين, يبقى لازم ابقى عارف ان الريسورسز احسبها. هل انا هعمل مثلا كم متر حاجه, كم متر مباني, كم متر كذا كذا كذا, الانتاجيه بتاعت الواحد كذا, عايز معدات, انا هعمل معدات كذا, يبقى ايه بحسبها الريسورسز, واطمئن بقى ان الريسورسز هتكون موجوده. هو اللي بي ريسبونسبل, مين اللي هيبقى مسؤول؟ هل مسؤول المهندس التنفيذي اللي في الموقع, ولا مدير التنفيذ, ولا مدير المشروع, ولا الرئيس اللي واقف عليه المشرف؟ لازم يبقى فيه هو اللي بي ريسبونسبل. لازم وانا بعمل بلاننج ابقى فاهم ريسبونسبيلتي على مين يعني. When it will be completed, time, احنا قلنا البلان في تايم وكوست وكواليتي. How the results will be evaluated, هقيم الريزلتس ازاي؟ طبعا دي اصل طريقه للايفالويشن اللي هو الايه؟ احنا اتكلمنا على الايرننج فاليو على ما اعتقد, اللي هو الايرننج فاليو ميثود اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وشرحناها يعني. طيب البلاننج اوف تشينجز حاجه مهمه جدا, لان انت طبعا ما فيش حاجه في الدنيا ما بتتغيرش. يعني مش معنى ان انا عامل سيستم او ان انا ما عندي كواليتي سيستم ان انا مش هتغير, لا, انا وانا ماشي وانا بشتغل وانا اعمل تشينجز عشان اغير, عشان اصلح, يا اصلح بيرفورمانس, مش لازم اسمها تصليح, كلمه ايه؟ الكونتينوس امبروفمنت او الكونتينوس امبروفمنت. يعني انا ممكن انا عامل بروسيدجر بشكل معين او بروسيسز بشكل معين, وانا بشتغل اكتشفت حاجات معينه وانا ماشي, المنطقه مثلا بشكلها او وانا ماشي, الجو بتاع المنطقه مثلا, لو انا اشتغلت مثلا الصبح بدري مثلا, حصل كتير معانا في الدول العربيه كتير, ان نكتشف ان احنا مثلا لو صلينا الفجر وبدانا نشتغل هننتج احسن 100 مره من لو اشتغلنا, لو سيبنا ساعتين الصبح ورجعنا تاني وهكذا. يعني ان انت انت اللي بتعمل النظام, انت اللي بتعمل نظام الشغل اللي بيعملك, فاهمني؟ فانا دلوقتي لو انا داخل على حته فيها ايزو, هذا لا يعني ان انا متجمد او ان انا محدد تحديد بقيت حديدي, لا, انا بقيت حريري, بقيت جميل, ومش بقيت بخطوط انا ماشي جواها وتراكس ماشيه واضحه عشان انتج صح. والله وانا ماشي لقيت نفسي في طريقه ان انا احسن ويبقى بقى مين احسن. اي حد لو عامل عادي خالص ولقى طريقه تحسين حاجه معينه يروح عن طريق بقى طبعا مش بشكل كويس الكي اف سي مانجر, واللي يعمل كده لازم يبقى يعني برضه لازم ايه ياخد حقه برضه, ياخد مكافاه, يبقى رجل العام, يبقى رجل الاسبوع, يبقى رجل الشهر وهكذا. When the organization determines the needs for changes in the quality management system, the changes shall be carried out in a planned manner. ان لو في اي changes حصلت لازم تبقى according to ايه؟ to a planned manner. في changes عادي خالص, ياما procedures version 1 version 2 version 4 او version 1 version 4, ده عادي خالص, عادي خالص بتحصل في اي حته, وفي لحظه من اللحظات بقى اروح نغير البروسيدر كله من اوله لاخره لو انا لقيت ان كميه التغييرات اختلفت بشكل مختلف نهائيا عن الاولاني خالص, اعمله من اول وجديد واسميه من اول وجديد يعني ما فيش مشكله. يعني هو قران واحد بس ربنا خلقه. The organization shall consider the purpose of the changes and their potential consequences. الاورجانيزيشن لازم تخلي بالها من consider يعني ايه to take care of the purpose of the changes and their potential consequences. يعني الهدف من التغيير والايه وال potential sequences بتاعته, يعني التبعات الرئيسيه بتاعته او التبعات الرئيسيه بتاعته, يعني الهدف منه والتبعات بتاعته ايه. وممكن يبقى شكله حلو قوي عمل لي حاجه معينه انه اثر لي على منتج تاني بعد منه, فيبقى لازم ايه يعني هذا الكلام
يتاخد بـ 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 مش بقرار فردي. يعني حتى الاف يو سي لما هيجي يعمل يغير حاجه زي كده او بروسيس او اي حاجه لازم يبص مينيمم في الانبوت والاوتبوت بتاع البروسيس، يعرف ده يتكلم بقى مع اللي اخذ منه الانبوت ويتفق مع الاوتبوت. ما يجيش بقى نبقى ان اللي ماشي الاي كيو سي عنده خبره ويعرف ويفهم وبيشتغل ازاي وبيعمل ايه وكان من الاخر. الموضوع برضه ما هوش كتاب ومذاكره ودراسه ولا وبشكل عملي اللي هيشتغل في الـ في الـ في الـ في الاي كيو سي طبعا شغل عظيم، اللي اتخصص في الاي كيو سي شغل عظيم وجميل. بس دي احنا بنجي دلوقتي ده دي الاساسيات، يعني اللي ما يشتغلش بايزو يعني عاش في حياته كده لغايه ما مشي ما شابلش الايزو ولا البروسيدر والبروسيسز والكوالتي بلان والست بلان والكوالتي مانجر والسبيشال تيست بلان والكلام ده من اول اخره، ارجوك ما اعتبرش نفسه اشتغل في مشروع. يا لازم يرجع نفسه تاني ويرجع ايه يبص هذا كلامه ويدرسه ويحاول ان هو يطبقه ويحاول ان هو ايه يعني ايه يعرف الحكايه يعني. لان كان موجود في الدنيا بحال هو المفروض موجود في الشركات الكبيره، موجود اللي هي الشركات اللي عايشه، يعني في شركه عايشه مش عايز اسمي حد وشغاله وبتاع ومش عارف السوق ما عندهاش نظام، لازم يكون عندها الانتجريتي اوف ذا كواليتي مانجمنت سيستم، الثقه بقى او الانتجريتي الثقه والتكامل بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم، الافيلابيلتي اوف ريسورسز اللي هي الريسورس اللي لازم قلنا الفور ام، هل هي افيلابل يعني افيلابل يعني موجوده يعني متوفره ولا لا؟ لان ممكن تكون عامل ودرس وعامل 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 تمام، ما عندكش ناس مثلا تنفذ اللي انت بتقول عليه، ما عندكش امكانيات ماديه، ما عندكش مواد، ما عندكش كمبيوتر عشان يعني وهكذا. ولازم يكون الريسورسز اللي هي اللي انت عناصر الانتاج اللي تكون موجوده عندك اللي هي الايه؟ اللي هتنفذ لك هذا البلان. Allocation or reallocation of responsibilities and authorities. Responsibilities والauthorities دي مش حاجات ثابته. يعني انا النهارده انا في مكان مثلا كونستراكشن مانجر، خلاص بلاش كونستراكشن سايت مانجر، سايت مانجر ليا ايه؟ ليا ريسبونسبيلتي علي مسؤوليات وعليا ايه؟ وليا ايه؟ سلطات ماشي؟ طيب بقيت كونستراكشن مانجر ما بقيتش سايت مانجر، المسؤوليات هتزيد وبالتالي المسؤوليات هتزيد. انا كنت مسؤول عن ايه؟ سايت مانجر بعمل حاجات صغيره كده جروب معين او اخو، لا بقيت مسؤول عن الايه؟ على الكونستراكشن مانجر كله، فدي بتكبر معايا. ف allocation وري allocation يعني انا احط اضيف responsibilities او يعني مسؤوليات وسلطات وتعملها allocation وري allocation، يعني احطها واعمل ري allocation كمان، يعني وهنقول ما انا ماشي ما فيش ثوابت بس بشرط التغييرات او الاضافات او الانتقاصات او كلام من اخره يتحط ويسجل وبتاريخ وبكميه وبحاجه بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل واضح في الدوكيومنتيشن في السيستم نفسه. هنا هنقف لان ايه؟ كتر الف خيركم بصراحه. وانا سعيد جدا بالحضور ده، ده الساعه 10 وربع. ماشي يا محمود، مش عايز محمود، مش عايز محمود، مش محمود حضرتك يا دكتور. طيب شوف كده لو في حد عنده نفس للسؤال ماشي، لو حد عايز ياجل الاسئله او حاجه للمره الجايه ما عنديش مشكله، انا جاهز انا جاهز انا جاهز انا جاهز لو حد عنده اي سؤال او يبقى المره الجايه بقى ان شاء الله. يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشكركم جميعا ونشكر كل الحضور، وباذن الله نراكم على خير باذن الله يوم الاحد القادم. واي تساؤلات اي حاجه موجوده على ممكن على مع الباشمهندس محمود معتز على الواتساب او على اي حاجه. ونشكركم جدا 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 جدا، شكرا يا باشمهندس محمود.